يا باشمهندس، الحاجات اللي هناخدها النهارده دي مش غايب، مش هنمتحن عليها يعني. لا، ممكن لو جه عليها سؤال في الميد تيرم يبقى سؤال على الفيكتورز عموما، بس يعني الفيكتورز ما هياش فيزيكس. يعني الفيكتورز دي انت حتى لما كنت بتاخدها في ثانويه عامه، لو كنت بتاخدها كانت في الماس، فاهم؟ يعني هي ما لهاش علاقه. وفي الكليه كنت بتاخدها مثلا في الاستاتكس او حاجه كده، فهي مجرد اساسيات حساب يعني. هو شيتك بعد كده هتنزل على التيم؟ يا عم اصبر بس، ريحك بس الناس تخش وهقول لك كل حاجة. اصبر. طب باشمهندس، السكشن المفروض ان شاء الله هيتسجل صح؟ بص يا سيدي، يعني انتوا هو السكشن النهارده اصلا يعني حد سجله ماشي، يعني احنا ممكن حتى نعمله، عايزين نسجله نسجله، ما فيش مشكلة يعني. بس هو كده احنا المفروض ابتدينا نسجل السكشن. باشمهندس، هو في اتندنس ولا لأ؟ لا، مفيش أي حاجة خالص. تمام ماشي. باشمهندس بعد إذن حضرتك، هو أسبوع وأسبوع؟ طيب، هي الناس كده كلها دخلت ولا لسه بتحمل مخدش؟ وتقريبا كده خلاص احنا كنا دخلنا يعني. طيب بص يا شباب، أولا مساء الخير، أنا الباشمهندس مينا، إن شاء الله هكون معاكم في السكشن الفيزيكس. المفروض ده السكشن بتاع النهاردة هو سكشن ملوش أي علاقة بالفيزيكس خالص. هو بيتكلم إن إحنا هيبقى عندنا كميات فيكتورز بنتعامل معاها، فكأننا هناخد حاجة بسيطة أو مراجعة على الفيكتورز عموما، لكن الموضوع مفيش اي فيزيكس فيه خالص. هو مجرد الفيكتورز اللي انت خدتها في ثانوية عامة واللي انت خدتها في الاستاتيكس واشتغلت بيها كتير، تمام؟ فهي يعني سيكشن النهاردة ملوش اي علاقة بالفيزيكس. طيب، وحتى سيكشن سريع خالص يعني، ما يعني الشيت بتاعه شيت سهل جدا مفيهوش اي حاجة. بس اللي انا عايز اتكلم عليه في الاول، حتى عشان لو في حد مش حابب يعني ان هو ما يحضرش او الكلام ده، بالنسبة لنظام السكشن عموما، هو السكشن مفيش فيه اتندنس ولا حضور ولا غياب ولا أي حاجة من الكلام ده. بالنسبة لنا احنا، أنا شايف يعني من واقع التجربة إن المادة دي مادة تقيلة بطبيعتها، والمفروض إن هي تبقى عايزة سكشن كل أسبوع، وممكن يبقى الوقت بتاعها طويل. فأنا شايف إن هو الصوت بيقطع يا باشمهندس. طيب أنا شايف، طب سامعني كده؟ لا ما بيقطعش. هو الصوت تمام يا باشمهندس. طيب انا شايف ان الحل الافضل بالنسبه لنا ان انا هعمل لكم فيديوز فيها شرح تمام للماده. الفيديوز دي هحط لك يعني مثلا ان شاء الله يعني ربنا يكرم كده، واسجل مثلا اول فيديو او حاجه كده، واحط لك اللينك هنا على الجروب وتخش تشوفه. ميزه الفيديو ان اولا مش هيبقى فيه ناس بتقاطع فيه وتسأل، هيبقى فيه أسئلة
كويسة مغطية الموضوع، هيبقى وقت الفيديو في حد ذاته أقصر من فكرة الميتنج بتاع السكشن، فهو بالنسبة لك أنت هيبقى مفيد. طبعا هتقعد تتفرج، تتحكم في سرعته، تظبط مثلا. معلش اللي فتح المايك ممكن يقتله. فهتلاقي إن الموضوع بالنسبة لك دكتور ألطف بكتير. في مشكلة في الصوت. طيب كده الناس سمعني؟ هي المشكلة عند اللي بيتكلم يا دكتور، يعني ممكن الصوت واضح جدا يعني. طيب هو ممكن تكون مشكله نت من عندهم، بس هو انا صوتي واضح صح؟ مش الناس شايفه ان صوتي واضح؟ هو الصوت جدا جدا جدا. طيب انا الفكره كلها اللي انا بتكلم فيها ان احنا دلوقتي لو عملنا سيكشن كل اسبوع ده هيبقى مجهد بالنسبه لكم، وفي نفس الوقت هيبقى في ناس كتيره مثلا بتسال او بتقطع، هتلاقي وقت السيكشن في حد ذاته بيبقى طويل، في ناس ممكن يكون عندها سيكشن بعد السيكشن دوت، فيبقى الموضوع متعب ومجهد على الفاضي. فأنا شايف إن أفضل حل للموضوع ده إن أنا هعمل لك فيديو لكل موضوع، تمام؟ وأحط لك اللينك بتاعه. طب أنت عندك أسئلة عايز تسألها، إحنا هنعمل مثلا سيكشن يوم الثلاث اللي هو يعني في الميعاد، يعني في الوقت الطيب اللي هو أسبوع أو أسبوع لأ، نعمله مثلا الساعة 9 بالليل، يبقى اللي عنده أسئلة عايز يسألها ولا حاجة نخش نقعد ساعة كده مع بعض ولا حاجة، اللي حابب يسأل عنده سؤال، اللي خلاص فاهم من الفيديوز والدنيا معاه تمام مفيش مشكلة. فاللي هو كأن هيبقى عندنا سيكشن كل أسبوعين للي عنده أسئلة، تمام؟ لكن الشرح في حد ذاته هنعمله في الفيديو ده، هيبقى أسهل وأريح ليك، تمام؟ وهيوفر علينا وقت كتير، بحيث إن أنت مثلا في جزء مش مركز فيه، جزء وقع منك، ترجع للفيديو براحتك تشوف، تمام؟ هيبقى افضل بكتير من ان انت تبقى قاعد سيكشن طويل في حد بيتعاد الكلام كذا مره، فانت بتتعب وبتفصل وبتزهق، فده هيكون افضل بالنسبه لكم طبعا. وكفكره اللي عنده اسئله او حاجه زي كده، هنعمل السيكشن يوم الثلاث، ثلاث او ثلاث لا، هيبقى الساعه 9 بالليل مثلا ولا حاجه كده. للي حابب او عنده اسئله عايز يسال فيها، اللي حابب يسالني بشكل برايفت على الماسنجر ولا حاجه، بس انا هنا ما بفتحش التيمز ده خالص يعني، بطبيعه اللي هيسال هنا انا مش بفتحه ولا برد عليه. ف انا هفتح التيمز، هفتح التيمز اللي هو 3 او 3 لا الساعه 9 بالليل. لو حد عنده اسئله ثانيه واحده، لو حد عنده اسئله هرد عليه. اللي عايز يسال في اي وقت او كده يقدر يبعت لي على الماسنجر، تمام؟ يصور الحاجه اللي واقفه معاه وانا هرد عليه بفويس نوت، ويبقى الموضوع ما فيش فيه مشكله يعني. اتفضل يا باشمهندس. هو انا لسه داخل دلوقتي حضرتك، بس ممكن تعيد الكلام اللي كنت بتقوله ده. الكلام اللي بنقوله ان احنا بنقول ان الماده عندنا كبيره، تمام؟ وهتبقى محتاجة سيكشن كل أسبوع، وهيبقى سيكشن طويل، وهيبقى في ناس بتسأل، فإحنا تجنبا للكلام ده كله، كل اللي هنعمله إن أنا هسجل لكم فيديوهات، تمام؟ فيديو لكل توبيك، تمام؟ هيبقى موجود عندك على اليوتيوب، تقدر تخش تتفرج عليه. لو أنت عندك أسئلة أو حاجة زي كده، هيبقى في سيكشن هنعمله اللي هو 3 أو 3 لأ، بس هيبقى الساعة 9 بالليل. ده للأسئلة اللي حابب عايز يسأل في حاجة، في جزء مش فاهمه بتاع، هنرد عليه. مش حابب انك تخش في التيمز وعايز تسأل بشكل برايفت، هتبعت لي على الماسنجر، تصور الحاجة اللي واقفة قدامك وتقول مثلا انا مش فاهم الجزئية دي، هرد عليك بفويس نوت وخلاص. فده هيبقى فيه اكتر استفادة، ان الفيديو في حد ذاته اللي فيه شرح الموضوع فيديو مفيش فيه اسئلة ومقاطعات، واضح بنسبة كبيرة يعني. حد عايز يسأل في حاجة في الجزئية دي؟ ده كام الميعاد بتاع 9 بالليل يا باشمهندس؟ ده غير الميعاد الاساسي؟ لا 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 خلاص، الميعاد الاساسي هيتلغي. هو ايه لازمه الميعاد الاساسي؟ انت الميعاد يعني الاساسي، يعني الميعاد الاساسي كده ملغي يعني كاننا شفتنا الميعاد الاساسي اللي هو دلوقتي نقلناه ل 9 بالليل، وبقى اختياري للي عنده اسئله، تمام؟ انت كده كده الفيديوز هتبقى يعني فيها الشرح كفايه. هي الفكره بس كلها ان الميعاد ده دلوقتي بيبقى قاتل اليوم، يعني لا هو بقى لا هو الصبح ولا هو بالليل، فهو مش مفيد يعني. ف اللي هيعوز اللي هيبقى مش معصر سمحت. نعم تقسيمه الدرجات الحضور وكده، الحضور عليه
لا مش مفيش اتندنس كده حتى المحاضره. لا هو ده تاني الماده دي مفيش فيها اتندنس اصلا. يعني هي الفكره ان هيبقى يعني اعمال السنه او الحاجه او الاكتيفيتي اللي بتتعمل دي هيتعمل اتنين كويز تمام، هيتحط عليهم اعمال السنه يعني اتنين كويز زائد كتاب المعمل اللي انتوا بتروحوه، هي دي الاكتيفيتي بتاعتكم يعني. مفيش اتندنس في الموضوع خالص يعني. باشمهندس بعد اذن حضرتك غير كده هيبقى الميعاد بتاع التوتوريال هيتغير، مش هناخده في الوقت ده تاني اللي هو 2 ونص ده تاني. لا خلاص 2 ونص ده ملوش لازمه، والميعاد بتاع 9 بالليل ده اللي حابب يخش يخش، مش يعني مش حابب يعني، الموضوع كله اختياري مفيش فيه. وحضرتك اللي هتدينا برضه المحاضره؟ لا لا انا ما اعرفش مين اللي بيديكم المحاضره. باشمهندس بعد اذن حضرتك الصفحه دي ممكن بس عشان لسه داخل انا لسه ما شرحتش حاجه. تمام باشمهندس، هي فكره ان حضرتك تعمل الفيديوز وتنزله هي فكره جميله، بس استاذن حضرتك بس القانون اللي حضرتك هتحطه او هتحل عليه او الخطوات تبقى واضحه جدا بس في الفيديو، وليه وجت منين وكده يعني. اكيد ما يبقاش الاسئله كتير على حضرتك. لا 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 ويبقى شكرا جدا لك. طيب هو باشمهندس معلش يوم يعني هيبقى المفروض كل اسبوع الساعه 9؟ مش هنمشي بقى اسبوع لا واسبوع؟ لا اسبوع واسبوع طبعا. ليه هو اسبوع واسبوع لا، الساعه 9 بالليل للي عنده اسئله انت فاهم. تمام يعني هو اصلا يعني حتى دي هتلاقي الناس مش هتخش فيها كتير، مش هيبقى في حد عنده، حتى اللي هيبقى عنده سؤال ولا بتاع ممكن يقول لك بدل ما استنى اسبوعين يقوم بعته على الماسنجر هيبقى اسهل. يعني هتلاقي اصلا مفيش حد بيخش في اللي هو الميعاد بتاع اسبوع واسبوع لا ده فاهم، بس اللي هو على اعتبار ان احنا ما نبقاش لاجينا السكشن، لو حد حابب ايوه بس مش اكتر، لكن هو فعليا مش هتلاقي حد بيخشه يعني فاهم. يعني يوم ما يخش 3 4 هيبقى دخل يعني، بس مش اكتر. طب هو الفيديو اللي حضرتك هتنزله في الميعاد بتاع السكشن ده ولا السكشن لا 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 صح؟ هيبقى يعني بص الدنيا يعني انا هحاول اعمل فيديوهات اسرع يعني ان شاء الله في اسرع ما يمكن، يعني ان هي هتبقى يعني هو اوريدي انا كنت مسجل فيديوهات يعني جزء الالكتريستي ده كله على بعضه، انا المفروض اعمل اول 2 فيديوز فيه ماشي، ويبقى بقيه الشرح بتاعه كله متسجل موجود عندي، انا كنت عامله السنه اللي فاتت. كان المفروض اللي هو السكشن الجاي والسكشن اللي بعده تمام، دول اللي ناقص لهم فيديوهات، بقيه السكشن اللي بعد كده المفروض ان هي اوريدي متسجله ان انا مسجلها. ففعليا انا كل اللي محتاج اعملهم محتاج اعمل الاول 2 فيديوز اللي هم كانهم السكشن الجاي مثلا، او السكشن الجاي وجزء من السكشن اللي بعديه، ويبقى جزء الالكتريستي كله موجود. انت حبيت تتفرج مع نفسك وتخلص الجزء كله مفيش مشكله، يعني هيبقى عندي يعني هعمل التو فيديوز دول وهيبقى عندي لغايه الميتر كل ده متسجل. فان شاء الله انا هحاول على قد ما اقدر كده ان التو فيديوز دول هحاول انجزهم ان شاء الله خلال الاسبوع ده او حاجه، ويبقوا موجودين عندك فيبقى جزء الالكتريستي بالكامل ان شاء الله هيبقى متسجل يعني. طب يا دكتور بعد اذنك معلش. نعم بالنسبه للالكتريستي يعني ليه علاقه بالفايبريشن؟ يعني لو حد مش مسجل فايبريشن هل هتاثر عليه في الالكتريستي ولا لا؟ اطلاقا الكورس اندبندنت عن الفايبريشن وعن اي حاجه قبل كده. بس اللي انا حابب اقوله يعني ان يعني الكورس ده بطبيعته ما هوش سهل، الكورس ده محتاج مذاكره كتير طيب، ومحتاج اكتر من فكره المذاكره انك تحل بايدك. بمعنى انت دلوقتي هتبدا تشوف الفيديو، يعني لو افترضنا كده بص معايا ان انا عملت كده ادي البروبلم سيت اهو مثلا ومحلول، ادي المساله هي موجوده هنا وادي حلها. لو افترضنا انا بتكلم على الالكتريستي طبعا مش على الهبل ده لو احنا افترضنا كده ان انا ابتديت اقرا ادي المساله اهي قدامي وابتديت ابص على الحل، فهتحس ان الدنيا جميله. ده لو افترضنا ان انت حسيت ان هي جميله، ده مش مؤشر خالص انك هتعرف تحل حاجه. انت المفروض في مساله زي دي انت ابتديت تقرا السؤال ماشي، عرفت تطلع منه الجبن، ابتديت تشوف
الريكوايرد لازم بتبدا تفكر ازاي توصل من الجيفن للريكوايرد. طيب هتلاقي كتير جدا وده يعني شيء اساسي في كورس الالكتريستي ان انت هتلاقي فيه مسائل كتير جدا مش عارف تحلها او مش عارف تربط ده بده. الموضوع ما هوش محبط خالص، ده شيء طبيعي. يعني مثلا لو افترضنا ان انت عندك 50 سؤال، لو انت عرفت توصل لفكرة مثلا 7 اسئلة تمام وحاسس ان انت معرفتش توصل للباقي برضو عادي مفيش مشكلة خالص، ده طبيعي. طب انت بتتصرف ازاي في الحالة دي؟ انت بتبدأ لما تلاقي مسألة عندك انت مش عارف تحلها تبدأ تبص على الحل بتاعها، بس مش بتروح تحلها بايدك في نفس اللحظة، لان انت لو رحت تحلها بايدك في نفس اللحظة يبقى انت كأنك بتحفظ المسألة او بتسمعها. انت محتاج تكون فكر، فعشان تكون فكر انت هتقرا الكلام على انه فكره، فتبدا تخلي الكلام ده فكره في دماغك وتبدا ترجع له مثلا بعد يومين ثلاثه وتبدا تاخد المساله تحلها من اول وجديد تشوف هل يا ترى الفكر اللي انت خدته دون او اللي جه في دماغك لما انت قبل كده قريت الحل هل بقي ثابت عندك ولا لا. فهي الفكره كلها ان انت بالنسبه لماده زي دي فصعوبتها محتاجة منك حل كتير بإيدك، ومحتاجة إن المسائل اللي أنت مش عارفها تبدأ تاخد فكرتها كفكر وتخلي الفكر ده في دماغك وتبدأ ترجع لها مثلا بعد يومين ثلاثة بعد أسبوع وتبدأ تشوف الفكر ده بقى موجود عندك ولا لا. فهي دي أفضل طريقة تعملها في المنهج ده. لكن لو أنت مشيت على اعتبار إن أنت بتشوف المسألة بحلها، يعني انا ابشرك بالابسوليوت زيرو في المادة، ده يعني كلام شور، يعني ما تتخيلش ان انت هتعرف تحل اطلاقا لو انت ابتديت تشوف المسألة بحلها. انت ممكن تحس ان انت فاهم ان خد دي خرج من هنا دخل هنا عوض هنا، بس فعليا لما هتشوف سؤال جديد مش هتعرف تحله. حتى لو شفت نفس السؤال والدنيا فيه تشقلبت، يعني مثلا اللي كان جيفن بقى ريكوايرد الدنيا تشقلبت، مش هتعرف تحل، مش هتعرف تفكر ان انت ترجع بظهرك علشان تجيب الحل لما المسألة اتقلبت، مش هتعرف تفكر ازاي تحل السؤال. فالفكرة كلها ان انت لازم تتعلم طريقة تفكير. طيب هتلاقي افكار كتير، فكرة انك تلاقي حاجة متكررة يعني مش كتيرة. ماشي انت لقيت حاجة متكررة قررت ان انت خلاص لا انا عارف دي بتتعمل ازاي فبصيت على حلها وخلاص مفيش مشكلة تمام. بس الفكرة كلها ان انت تبدأ تعدي على الافكار اللي موجودة عندك تطلع منها الجيفن والريكوايرد وتشوفها تربط ده ازاي وايه الخطوات اللي هتعملها، تبدأ تشوف تعويضاتك الحسابات اللي بتحسبها هتمشي ازاي لغاية لما توصل للفاينل انسر، لان انت برضو الامتحان بتاعك هيبقى NCQ. فانت في الاول والاخر مهم بالنسبة لك جدا الناتج النهائي هيبقى عامل ازاي، فانت لازم تحل لغاية لما تشوف هتوصل للفاينل انسر ازاي، لان في كثير من الاحيان دايما اي اجابة غلط هتطلعها غالبا هتلاقيها في الاختيارات. فانت لازم تتعود انك تحل لغاية الفاينل انسر عشان تتأكد ان حساباتك بقوانينك اللي انت عارفها اللي انت استخدمتها هتوصلك للناتج الصح. لو مشيت بالطريقة دي هتفرق معاك كتير. طيب الوقت زانق معايا ومش عارف ألم الدنيا، مفيش مشكلة ان انا احل شوية اجزاء بايديا تمام والاجزاء التانية ااجلها مش مشكلة. يعني انا ممكن امشي المنهج خلاص انا قررت، لو افترضنا يعني ان واحد حاطط في دماغه ان هو هيذاكر الجزء ده في 3 ساعات وما عندوش وقت اكتر من كده، حل مثلا لقى نفسه حل مثلا 10 اسئلة من 20 او 30، خلاص هو حلهم صح كويس، او لو هو بيفكر ان هو يعمل الخطوة دي هيبدأ يوزع ال10 اسئلة اللي هو ناوي يحلهم على الاجزاء اللي موجودة عنده. يعني مثلا بيبقى في الموضوع، يعني لو انا عندي تشابتر معين هيبقى فيه التشابتر ده مغطي اجزاء،
فيبدأ يحاول يوزع العشر أسئلة بتوعه إن هما يغطوا الأجزاء اللي موجودين عنده، ويسيب العشر أسئلة الباقيين أو العشرين سؤال الباقيين لما يبقى عنده وقت تاني بعد كده يبقى يرجع يحاول فيهم أو يبقى يشوف أفكارهم أو أيا كان. ده لو افترضنا إن هو مضغوط في الوقت، بس قبل أي حاجة لازم يحل بإيده. أنت لو ما حلتش بإيدك مش هتعرف تمد إيدك في الامتحان. حد عنده أي استفسار بالنسبة للمادة يا شباب؟ بعد إذن حضرتك يا باشمهندس، هو اسم حضرتك على الفيسبوك إيه عشان خاطر التواصل على الماسنجر وكده؟ مينا صبحي. طيب ماشي، شكرا يا باشمهندس. العفو. طب وبالنسبة لاسم القناة على اليوتيوب اللي أنا هحط لك لينك برضه، هي اسمها مينا صبحي. تمام. برضه أنا إن شاء الله أول لما هعمل دكتور ممكن اللينكات. أيوة حاضر، ما أنا أول لما أعمل فيديو هتلاقيني حطيت لك لينك على طول، متقلقش. حط على الجروب هنا، حط ان شاء الله لينك اول فيديو، فانت ضمنيا هتبقى عرفت التشانل يعني، وهتلاقي عليها كل حاجه. طيب معلش كنت عايز اسال سؤال بس عشان ابقى متابع من اول السنه، وانا عايز اعرف مصدر اذاكر منه بقى كويس. اذاكر منين بالظبط؟ يعني انا هجيب ايه اذاكر منه وامشي معاه؟ بص انت ممكن يعني اولا انا ما اعرفش مين الدكتور اللي هديكه، بس يعني ممكن هيبقى عامل مثلا سلايدز بيشرح منها، تبدا تاخدها مع الاسئله بتاعه السكشن اللي هي مقصود حضرتك بيقطع. بقول لك ممكن يعني انت ان شاء الله الدكتور اللي عندكم مثلا هيبقى بيعمل سلايدز، فانت هتتفرج عليها يعني هتتفرج. دكتور منال. لا مفيش حد اسمه دكتور منال عندنا، دكتور داليا. طيب اكيد هتبقى دكتور داليا مثلا عامله سلايدز او معلش. نعم بيقطع معلش. بقول لك ان شاء الله يعني هتلاقي دكتور داليا مثلا عامله سلايدز هتبدا تذاكر منها، هتلاقي الفيديوهات اللي موجوده دي فيها اسئله بالحلول بتاعتها اللي هي البروبلم سيت مثلا. هتلاقي حاجه زي نوتس موجودة على درايف السنة اللي فاتت أو اللي قبلها. النوتس دي فيها شرح مسائل بالكلام دون. لو أنت حبيت تذاكر من ريفرنس ماشي، بس يعني هتهيألي قصة الريفرنس شوية مجهدة وبتاخد وقت يعني. فأنا شايف لو أنت مشيت مع المحاضرة مع الفيديوهات اللي بتتعمل مع النوتس اللي موجودة اللي فيها أسئلة كتير، انت لو لحقت على الكلام ده الدنيا هتبقى كويسة جدا يعني. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ دكتور معلش الكورس ده يعني اتقل من الفايبريشن كلام حضرتك كده؟ بص هو الكورس طبيعته مختلفة خالص، ومن حيث المبدأ هو اتقل من الفايبريشنز مش الويفز. اتقل من الجزء الاولاني اللي هو بتاع الفايبريشنز ده والفورس موشن ومش عارف هارمونيك والكلام ده. فهو كورس ما هوش خفيف، هو مشكلته ان افكاره كتيره جدا، بس ما هوش مستحيل. دكتور ممكن استفسار؟ اتفضل. لو حد اول سمستر يسجل فايبريشن ويفز ولا يسجل الكتريستي؟ مش هتفرق خالص يعني. دي مادة ليها طبيعة ودي مادة ليها طبيعة تاني خالص يعني، الاتنين مختلفين اختلاف جوهري خالص، والاتنين مش محتاجين اي حاجة من بعض. بس تمام يعني. طيب المين او ال ايه ده بيتكلم عن ايه بشكل عام، ودي بتتكلم عن ايه بشكل عام، او يعني اختار بناء على ايه؟ يا ابني هو يعني حاجه لازم هتاخدها يعني، انت خدت دي الاول ماشي، خدت دي الاول ماشي، مش هتفرق يعني، كله لازم هيتاخد، مفيش قصه. انا في اول سمستر فالمفروض بختار حاجه ممكن تبقى متوافقه معايا انا، لان اول سمستر وبيبقى فيه رهبه في اول سمستر. بص انا هقولك على حاجه، على نظام اللائحه القديمه كانت اعدادي ما فيهاش فايبريشنز اند ويفز اساسا، وكان اول ترم بيتاخد كان الالكتريستي عادي، والناس كانت عايشه والعمليه كانت تمام. ففكره رهبه ومش رهبه والكلام ده لا، ما
ما تمشيش ورا السكة دي. دي مادة هتلاقي فيها حاجات مقرفة وتزعلك، والتانية فيها نفس الكلام. فبص يعني هي فكرة المادة ذات نفسها في كل الأحوال كونها فيزيكس فهي مادة تقيلة ومحتاجة مذاكرة ومجهود، تمام؟ لكن مفيش مادة فيهم اللي هو المادة المستحيلة أو المادة اللي هتعقدك أو المادة اللي هتقفلك. أنت ممكن تلاقي نفسك يعني برضو حسب الدماغ شوية، يعني انت دماغك مثلا بتميل شوية ناحية قسم الميكانيكا او حاجة كده، ممكن تلاقي نفسك مستلطة في الفايبريشن شوية. لو دماغك بتميل ناحية كهرباء ممكن تلاقي نفسك ميل شوية ناحية الكورس ده. بس في الاول والاخر انصحك انك ما تضيعش وقت ما بين الاثنين، تمام؟ اي مادة خدها وسجل فيها. يعني انت دلوقتي عشان تمشي في الكلية عموما لازم تبقى عارف ومتأكد ان انت دايما كل ترم هيقابلك هيبقى فيه مادة رخمة فيه، او مادة انت مش حاببها، او مادة ملهاش لازمة. المادة دي انت لازم تجيب فيها جريد في الاول والاخر. فقصة بحبها ومش بحبها وبتاع هتتاخد ولازم هخلصها ولازم اجيب فيها جي بي ايه. ده اللي انت لازم تحطه قدامك، لان الموضوع ده هيفضل مكمل معاك في كل الترمات وفي كل حاجة. دايما هتلاقي في حاجه في ماده رخمه بطبيعتها كل ترم. ف انا انصحك لو انت خلاص شايف ان الالكتريستي شغال خش وكمل، ما تقولش ابتدي بالفايبريشن وانها تبقى اسهل فتفتح نفسي وكمل. الكلام ده مش موجود. انت دي ماده ودي ماده، خش في اي حاجه ما تضيعش نفسك وتشتت نفسك ان انت تفضل محتار. انت حط في دماغك ان دي مادة لازم هتاخدها ودي مادة لازم هتاخدها. بس حد عنده استفسار؟ شكرا دكتور. لو سمحت. نعم انا كان عندي سؤال. اتفضل. هو الريفرنس الكتب والحاجات الاساسيات يعني اجيبها منين يعني المادة دي؟ ريفرنس الكتاب مثلا منهج اساسي امشي عليه؟ في سيروي موجود على النت او هتلاقيه برضو موجود على درايف قديم او حاجه كده هتلاقي القصه دي موجود. بس لو انت ما جربتش تذاكر من ريفرنس قبل كده انا ما انصحكش تخش في الريفرنس من دلوقتي عشان هتتوه. يعني يفضل ان انت تمشي مع المحاضره والسكشن تشوف المسائل الاسئله اللي موجوده الاول. يعني ده بيتهيألي ممكن يبقى اسهل شويه لو انت مش واخد على فكره انك تقرا من ريفرنس والجو ده. دكتور اسف بس هي دي توتوريال ولا محاضره؟ لا ده توتوريال. يعني كان في محاضره بتنزل على الشانل يا دكتور؟ نعم. الفيديو هتنزل على الشانل بتاعه الكليه ولا في شانل تانية خاصه هتنزل عليها الفيديو؟ انا هحط اللينك بتاعها اللي هي الشانل بتاعتي انا، تمام؟ انا هرفع الفيديوز عليها. طب حضرتك هتنزل الفيديوز كلها مع بعض واللي هي اللي متسجله قبل كده ولا كل اسبوع؟ اللي متسجل. بص حبيبي، هو في جزء كان متسجل قبل كده، تمام؟ ناقص له 2 فيديوز ويبقى جزء الالكتريستي بالكامل خلصان، اللي هم 2 فيديوز اللي هم المفروض اللي جايين دول على طول اللي هم اللي في الاول. فانا هيبقوا موجودين على الشانل كلهم لسه ما اتعملوش، هم دول هعملهم، تمام؟ وهيبقى بمجرد ما الاثنين دول ما يخلصوا يبقى كده جزء الالكتريستي بالكامل بقى موجود عندي. بس معلش ممكن بس تسجيل السكشن ده ينزل وراها على طول بس عشان النت عندي بيقطع فمش سامع كويس. ماشي. انت اول لما هنخلص الميتنج دون هتلاقيه موجود تقدر تعمله داونلود. خلاص تمام. شكرا مهندس. هو حضرتك احنا هنخلص امتى؟ والله يا ابني هو سيكشن ملوش لازمه والله. لو انت يعني بص هو موضوع الفيكتورز ده موضوع اهبل، تمام؟ انت لو يعني احنا ممكن نخلصه دلوقتي ان شاء الله نص ساعه كله. يعني هو يعني حاجه ملهاش اي لازمه في الحياه. يعني هو الصفحه دي بس كده ايه؟ لا الصفحه دي بقى مع اسئله وخلاص، تمام؟ حد عنده اي سؤال يا شباب؟ دكتور ايوه ازاي سكيلر كروس برودكت؟ ايه ايه اسال على الكروس برودكت. الكروس برودكت ازاي بيبقى بيربنديكولار لفيكتور اي وبي؟ حد عنده اي سؤال ثاني؟ ايه يا دكتور في ناس رويتنج لو ينفع تقبلها. في ناس في باشمهندس هي التشانل اسمها ايه؟ هحط لك لينك ليها ما تقلقش وهتعرف كل حاجة. معلش يا دكتور اقطعك مرة تانية انا اسف. اتفضل.
انا اللي سالتك من شويه على موضوع الريفرنس. انا يعني انا متعود عليه لما بيبقى الكتاب كامل قدامي، يعني حتى احسن من لو تبقى محاضره. طبعا محاضره بتفرج عليها، لكن لو مثلا لو خلصتها او حاجه احب احل مثلا لو في مساله اكتر من كتاب. فانا عايز اعرف اسم الكتاب اللي احنا معتمدين عليه دلوقتي اللي احنا حضرتك ماشي بيه، عشان لو حبيت مثلا خلصت محاضره الحاجه احل مساله اكتر. لا يا ابني، انت لما تحل نوتس والكلام ده هتلاقي كم اسئله يعني هيخضك، فاهم؟ لو حابب ترى يعني لو انت خلصت واحد وعشت حاجه اكسترا هتلاقي بقى في سيروي والقصص دي. تمام. طيب بص يا باشمهندس، هو معلش انا اسف، اخر سؤال. الاستاذ اللي حضرتك بتشرح منها الفيديوهات اللي حضرتك تنزلها هنا فين على التيمز؟ موجوده. بص لو انت فتحت درايف السنه اللي فاتت او حاجه كده هتلاقي فيه ملازم بتاعت باشمهندس مينا، هتلاقي فيها حاجات انا كنت بعمل ملازم زمان بس انا حاليا بطلت يعني. تمام. فهتلاقي الكلام يعني ملازم اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها مش فاكر يعني، هي اللي انا عامل منها السلايدز، هتلاقيها موجوده بمسائل كتيره بكل حاجه بشرح يعني، هتلاقي حاجات كتيره قوي هتلاقيها على درايف السنه اللي فاتت. تمام. فالفيديو يعني كمل سؤال يا دكتور معلش، كان في حاجه قبل التوتوريال ده؟ كان في محاضره او حاجه ولا ده اول حاجه في السيمستر كله؟ لا لا ده اول حاجه. تمام. طيب بص عندي سؤال، هو قسم كهرباء معتمد على الفايبريشنز؟ اصلا كان بالنسبه لي فايبريشن صعب والويفز حلوه. لا الفايبريشنز ما لهاش علاقه بالكهرباء. طيب بصوا يا شباب، الشيت التعبان اللي احنا شغالين فيه دون بيتكلم عن حاجه اسمها الفيكتورز، ان احنا اي كميه عندنا نوعين، في حاجه اسمها فيكتور وحاجه اسمها سكيلر. فيكتور يعني كميه متجهه، وسكيلر يعني كميه قياسيه. الكميه الفيكتور هي كميه ليها حاجتين، ليها مقدار وليها اتجاه، ليها ماجنيتيود وليها دايركشن. الكميه السكيلر ليها ماجنيتيود بس. الكميه السكيلر زي ايه؟ زي الزمن، الزمن ملوش اتجاه، وزي السبيد مثلا، زي الديستانس، ان انا بتكلم على ان انا بقول مثلا انا مشيت 10 متر ما قلتش ماشي، بتكلم على انهي اتجاه، فانا كده بتكلم على ديستانس مثلا، او بتكلم على سبيد ان انا بقول مثلا عربيه ماشيه بسرعه 100 كيلو لكن ما اتكلمتش على دايركشن. طيب الكميات الفيكتور هي كميات عشان بتوصف ليها ماجنيتيود وليها دايركشن، ان انا ابدا اقول ان انا ماشي بسرعه 100 كيلو متر في الساعه في اتجاه الشرق مثلا، فكده انا الفيلوسيتي بتحمل جواها معلومتين، معلومه مقدار ومعلومه اتجاه. طيب الكميات الفيكتور اللي هي ليها ماجنيتيود وليها اتجاه هنتعامل معاها ازاي؟ لو انا عندي فيكتور مثلا اسمه ايه، الفيكتور اللي اسمه ايه ده مثلا كان مكتوب بالشكل ده 3 اي زائد 4 جي ناقص 5 كي، ده فيكتور موجود في الفراغ. ايه موضوع الاي والجي والكي؟ قال لك بص لو انت عندك الثلاث محاور بتوعك اللي اسمهم اكس واي وزد، قال لك لو جينا خدنا على محور اكس ده حته طولها 1 متر، الحته دي هيبقى اسمها اي كاب. الاي كاب ده هو جزء بيشاور او فيكتور صغير طوله 1 متر بيشاور في اتجاه الاكس اكسس. طيب قالك لو جينا على الواي اكسس وخدنا منه حته طولها 1 متر وبتشاور في اتجاه الواي، الحته دي هيبقى اسمها جي كاب. لو جينا على الزد اكسس خدنا منه حته طولها 1 متر وبتشاور في اتجاه الزد اكسس هنسمي الكلام ده كي كاب. فكده بقى الاي والجي والكي دول بيشاوروا على الاتجاهات الرئيسيه، الاي بيشاور على اتجاه محور اكس وبيحمل جواه معلومة ان هو المقدار بتاعه بيساوي 1، فهو بيشاور على معلومة اتجاه محور اكس، وده بيشاور على معلومة اتجاه محور واي، وده بيشاور على اتجاه معلومة محور زد. طيب الفيكتور بتاعنا دون لو عايزين نجيب الماجنتيود بتاعه هنعمل سكوير روت الاكس كومبوننت تربيع، يعني يبقى 3 تربيع، الواي كومبوننت تربيع، الزد كومبوننت تربيع، فيبقى الماجنيتيود بتاع الفيكتور هيساوي سكوير روت ل a x سكوير زائد a y سكوير زائد a z سكوير. كده انا جبت مقدار الفيكتور ده او الماجنيتيود بتاع الفيكتور ده. طيب لو انا الفيكتور اللي اسمه ايه ده عايز اجيب
عايز اشاور على اتجاهه في الفراغ، فببدا اجيب حاجه اسمها يونت فيكتور في اتجاه الفيكتور اللي اسمه ايه، هيبقى اسمه ايه وعليه كاب. اي حاجه عليها كاب كده هتبقى عباره عن حاجه الماجنيتيود بتاعها بيساوي واحد. فلو انا عايز اجيب فيكتور في اتجاه الفيكتور اللي اسمه ايه بس الماجنيتيود بتاعه بيساوي واحد، هقوم واخد الفيكتور اللي اسمه ايه ده اقسمه على الماجنيتيود بتاع الفيكتور اللي اسمه ايه، فكده انا جبت يونت فيكتور في اتجاه الفيكتور اللي اسمه ايه. طيب ابدا اتعامل كده، انا عرفت الفيكتور نفسه بيتوصف ازاي. لو انا عندي فيكتور عايز اجيب الماجنيتيود بتاعه، عايز اجيب يونت فيكتور في اتجاه الفيكتور، يبقى كده انا عرفت الاساسيات بالنسبه للفيكتور نفسه. لو انا عندي اكتر من فيكتور عايز اتعامل معاهم، عندي فيكتور اسمه ايه وفيكتور اسمه بي وعايز اجمعهم على بعض، قال لك جمع التو فيكتورز ده بيتم ازاي. قال لك هتاخد ماجنيتيود الفيكتور الاولاني تعمل له سكوير، ماجنيتيود الفيكتور الثاني تعمل له سكوير، زائد 2 ماجنيتيود الفيكتور الاول في ماجنيتيود الفيكتور الثاني في كوزاين الانجل اللي اسمها ثيتا اللي ما بينهم. يعني لو انت عندك فيكتور اسمه ايه وفيكتور اسمه بي، ما بينهم وبين بعض انجل اسمها ثيتا، وعايز تجيب الماجنيتيود الصوت بيقطع. طيب لو انت عندك فيكتور اسمه ايه الماجنيتيود مثلا بتاعه ب4 وفيكتور اسمه بي الماجنيتيود مثلا بتاعه ب3 وما بينهم وبين بعض زاويه اسمها ثيتا مثلا ب30، وعايز تجيب الريزلتنت او المحصله هتساوي كام، قال لك هتخش في الرول دي سكوير روت ل a سكوير زائد b سكوير زائد 2 ab كوزاين ثيتا. قال لك الزاويه اللي اسمها ثيتا دي بتتقاس ازاي، قال لك الزاويه اللي اسمها ثيتا بتتقاس ما بين التو تيلز بتوع الفيكتور. يعني قال لي الفيكتور اللي اسمه ايه ده وان ليه هيد من هنا وليه تيل من هنا، تمام. الفيكتور اللي اسمه بي ليه هيد او راس المتجه، تمام، وليه ديل او تيل اللي هو النقطه دي. فبيقول لك الزاويه اللي ما بين المتجهين اللي اسمها ثيتا دي هي زاويه بتكون متقاسه ما بين التو تيلز بتوع الفيكتور، ادي التيل بتاع الفيكتور ده وادي التيل بتاع الفيكتور ده، يبقى هي دي الزاويه اللي اسمها ثيتا. يبقى الزاويه اللي اسمها ثيتا هي بتكون ما بين التو تيلز بتوع الفيكتورز اللي انت عايز تجمعهم مع بعض. تبدا تخش في الرول دون تقدر تجيب الماجنيتيود بتاع الريزلتنت بيساوي كام. طيب قال لك في رول بقى بتقول لك لو انت هتجمع فيكتور اسمه ايه على فيكتور اسمه بي يا ترى ماجنيتيود الريزلتنت هيساوي كام او هياخد قيم ما بين كام وكام. قال لك لو جيت بصيت على الرول اللي موجوده عندك، الزاويه اللي اسمها ثيتا دي هتلاقيها بتاخد قيم ما بين 0 و 180. لو انت حطيت الزاويه دي ب 0 هيبقى هي كوزاين 0 بواحد، فيبقى بقيت سكوير روت ل a سكوير زائد b سكوير زائد 2 ab اللي هي عباره عن ايه، عبارة عن A زائد B الكل سكوير. فيبقى ساعتها هتلاقي ان الريزلتنت بتاعتك بقيت بتساوي ماجنيتيود الفيكتور اللي اسمه A زائد ماجنيتيود الفيكتور اللي اسمه B. طيب لو كانت الزاوية دي ب 180 هتلاقي كوزاين 180 بناقص واحد، فبقيت الرول دي A سكوير زائد B سكوير ناقص 2 AB. فيبقى ساعتها هتلاقي ان الريزلتنت بتاعتك بقيت بتساوي A ناقص B. يبقى لو انت خدت ماجنيتيود الفيكتور اللي اسمه ايه طرحت منه ماجنيتيود الفيكتور اللي اسمه ايه الريزلتنت، فيبدا يبان عندك ان بناء على الزاويه اللي اسمها ثيتا دي اللي ما بين التو فيكتورز هيتحدد ماجنيتيود الريزلتنت بيساوي كام. فهتلاقي ان اقل قيمه للريزلتنت بتساوي طرح الماجنيتيود بتاع التو فيكتورز من بعض، واكبر قيمه ممكن تاخدها ريزلتنت هي جمع الماجنيتيود بتاع التو فيكتورز على بعض. فعشان كده لو عندك فيكتور اسمه A وفيكتور اسمه B بتجمعهم على بعض، فالريزلتنت بناء على الزاويه اللي اسمها ثيتا هتاخد قيم ما بين طرح ماجنيتيود الفيكتورز من بعض، واكبر قيمه ممكن تاخدها هو جمع ماجنيتيود الفيكتورز على بعض. يعني ايه؟ قال لي يعني لو عندك فيكتور اسمه A ب 3 وفيكتور اسمه B ب 4، الريزلتنت بتاعتك هتبدا تاخد قيم ما بين كام وكام؟ قال لك بناء على الزاويه اللي اسمها ثيتا ما بين الفيكتور اللي اسمه A والفيكتور اللي اسمه B هتتحدد الريزلتنت. الريزلتنت بتاعتك اكبر قيمه ممكن تاخدها لما تكون الزاويه ما بينهم زيرو، لما يكونوا الاثنين في نفس الاتجاه واحد ب3 واحد ب4 يبقى هي الريزلتنت بتاعتي هتطلع ب7 اللي هو جمع التو فيكتورز على بعض. اقل قيمه ممكن تاخدها ان التو فيكتورز يبقى ما بينهم وبين بعض زاويه ب 180، فيبقى ساعتها عندك 4 مثلا في اتجاه اكس
وتلاتة في اتجاه النيجاتيف اكس، فيبقى يديك ريزلتنت واحد في اتجاه الاكس مثلا، فيبقى ساعتها هتلاقي ان ريزلتنت بتاعتك بتساوي 4 ناقص 3 اللي هي عباره عن الواحد، فيبقى ريزلتنت بتاعتك بتاعت اي تو فيكتورز هتاخد قيم ما بين طرح التو ماجنيتيودز من بعض وجمع التو ماجنيتيودز على بعض. تمام لغايه هنا؟ حد عنده اي مشاكل في الكلام ده يا شباب؟ طيب قال لك جمع سؤالي ولا هو ايه متجه زائد ب متجه إيه اكبر من ايه متجه ماينس ب متجه؟ يعني ايه؟ ويقصد ان لسه بتتكلم في اللي هي الحركه اللي لسه بتناقشها اللي هو المنتصف ايه متجه زائد ب متجه اللي هي في النص، هي المفروض ان هي اكبر العلامه بتبص لها صح؟ اكبر من ناحيه الشمال بقى اللي هي الثانيه، ايه متجه لوحدها ماينس ب متجه. بص بص هنا يعني انت دلوقتي بتقول ان جمع التو فيكتورز، خلينا عند على المثال اللي هو بتاع 4 و3 تمام، انت بتقول لو عندي فيكتور ب 4 وفيكتور ب 3 اجمعهم على بعض تمام، ادي المحصله او الريزلتنت بتاعتهم، بتاخد قيم من كام لكام؟ هقول 4 ناقص 3 اللي هي 1، يبقى 1 اصغر من الريزلتنت، اصغر من جمعهم اللي هو 4 زائد 3 اللي هو 7، فيبقى 1 اصغر من الريزلتنت اصغر من 7. مفهومه؟ مفهومه، شكرا جدا لحضرتك. العفو. طيب جمع الفيكتورز عموما بيتعمل ازاي؟ بيقول لك لو انت عندك 2 فيكتورز مثلا بالشكل ده، واحد اسمه A والتاني اسمه B، وعايز تجمعهم على بعض، قال لك ممكن تجمعهم ازاي بشكل جرافيكال؟ قال لك تيجي من نهاية الفيكتور الأولاني تقوم راسم الفيكتور الثاني مثلا، يبقى لو عندك فيكتور اسمه A وجيت من نهايته رسمت الفيكتور اللي اسمه B وعايز تجيب الريزلتنت، فبيقول لك الريزلتنت هتبقى عبارة عن الفيكتور اللي هيقفل المثلث. فيبقى الفيكتور اللي اسمه سي اللي هو بتاع الريزلتنت ده تمام، هيبقى بيساوي الجمع بتاع الفيكتور اللي اسمه ايه والفيكتور اللي اسمه بي. ان انت لو عندك فيكتور اسمه ايه وجيت من نهايته رسمت فيكتور اسمه بي، الريزلتنت بتاعتك او المحصله هتبقى فيكتور جديد اسمه سي، فهنقدر نقول ساعتها ان السي كفيكتور هيبقى بيساوي الفيكتور اللي اسمه ايه مجموع عليه الفيكتور اللي اسمه بي. طيب بالنسبه لضرب الفيكتورز، قال لك عندنا نوعين من الضرب، في حاجه اسمها الدوت برودكت، ان انا هبدا اضرب الفيكتور اللي اسمه ايه في الفيكتور اللي اسمه بي، الريزلتنت بتاعتي او حاصل الضرب بتاعي هيبقى اسمه الدوت برودكت، هيبقى بيساوي ماجنيتيود الفيكتور الاول في ماجنيتيود الفيكتور الثاني في كوزاين الزاويه اللي ما بينهم، فيبقى A دوت B هيساوي A B كوزاين سيتا. دي كميه سكيلر، ان انا هضرب فيكتور في فيكتور والنتيجه بتاعتي هتبقى عباره عن رقم. طيب يبقى A دوت B هيبقى ليه قانونين، لو انا عارف الفيكتور اللي اسمه E كماجنتيود والفيكتور اللي اسمه B كماجنتيود وعارف الزاويه اللي ما بينهم، اقول ان A B كوزاين سيتا، اقول يبقى انا معايا ماجنتيود الفيكتور الاول في ماجنتيود الفيكتور الثاني في كوزاين الزاويه اللي ما بينهم. طب لو معايا الفيكتور بالشكل ده اللي هو ليه اكس كومبوننت وواي كومبوننت وزد كومبوننت، قال لك هتبدا تضرب الاكس كومبوننت بتاعت الفيكتور الاولاني في الاكس كومبوننت بتاعت الفيكتور الثاني، الواي كومبوننت بتاعت الفيكتور الاولاني باشارتها في الواي كومبوننت بتاعت الفيكتور الثاني باشارته، الزد كومبوننت في الزد كومبوننت. فالكلام ده لما تجمع، لما تضرب الحاجات دي في بعض وتجمعها هيدي لك الدوت برودكت بتاع التو فيكتورز بيساوي كام. طيب في نوع تاني من الكروس برودكت، ان انت يبقى عندك فيكتور اسمه A تعمل له كروس برودكت مع فيكتور اسمه B ينتج عندك فيكتور جديد اسمه C، الفيكتور اللي اسمه C دون لو انت عايز تجيبه هتبدا تقول الفيكتور الاولاني اللي اسمه A في الفيكتور الثاني اللي اسمه B في ساين الزاويه اللي اسمها سيتا اللي ما بين التو فيكتورز، ده هيجي لك الكروس برودكت بتاع التو فيكتورز. طيب هو ازاي بيبقى perpendicular للA والB في نفس الوقت؟ بص لو انت عندك بلين مثلا، البلين ده موجود جواته فيكتورز،
التو فيكتورز مثلا قاعدين في الاكس واي بلين، ادي فيكتور اسمه ايه وادي فيكتور تاني اسمه بي، هما الاثنين قاعدين في الاكس واي بلين. بيقول لك ان انت لما هتيجي تضربهم في بعض الفيكتور اللي اسمه سي ده هيبقى طالع بره الصفحه كده، هيبقى عمودي عليهم في اتجاه الزد، هيبقى عمودي على المستوى نفسه. ان انت دلوقتي حاصل الضرب بتاع التو فيكتورز دول يعني هيبقى بارلل للنورمال بتاع البلين بالظبط، بارلل للنورمال بتاع البلين، او تقدر تقول ان هو في اتجاه النورمال على البلين. ان الفيكتور اللي اسمه سي اللي هينتج من الكروس برودكت هيبقى نورمال، ان لو ده الاكس واي بلين هيبقى الفيكتور اللي اسمه سي اللي هو بتاع الريزلتنت بيشاور في اتجاه الزد اللي هو عمودي على البلين. طيب لو انا عندي الفيكتورز ككومبوننت، قال لك خلاص هتبدا تعمل ديترمينانت بالشكل ده، تحط فيه اي وجي وكي وتقوم حاطط عايز تجيب ايه كروس بي، يبقى هتبدا بالفيكتور اللي اسمه ايه، يبقى اي اكس اي واي اي زد، بعدها البي اكس، بعدها البي واي، بعدها البي زد. تبدا تفك الديترمينانت دون عادي جدا، وتاخد في اعتبارك الرول بتاعه الساين الاشارات، ان اول واحد ده هيبقى بوزيتيف، تاني واحد نيجاتيف، بعدها بوزيتيف. فتبدا تقول عشان تجيب الحاجه اللي مضروبه في الاي دي هتقول ان هي اي واي بي زد ناقص اي زد بي واي، والكلام ده مضروب في الاي كاب. وبالنسبه للجزء بتاع الجي هتبدا تقول اي اكس بي زد ناقص بي اكس اي زد في اتجاه الجي. بالنسبه للكي هتبدا تقول اي اكس بي واي ناقص بي اكس اي واي مضروب في الكي. فيبقى انت فكيت الديترمينانت زي ما كنت بتعمل، ان انت عشان تعمل تفك الديترمينانت دون كنت بتبدا تشطب صف وعمود بالشكل ده، فتبدا تقول الكلام ده مضروب في الاي، فيبقى اي واي بي اكس ناقص اي زد بي واي، والكلام ده كله مضروب في الاي، وهكذا بالنسبه للجي والكي. نعم كنت هقول يعني انت بتغطي كل تحت بس على الاي وبتعمل الديترمينانت بالظبط. اه بتجيب الديترمينانت الصغير تشطب صف وعمود بالظبط كده. لو انت عايز لازم يا باشمهندس من فوق لتحت عشان الاشارات صح؟ نعم يعني لازم من فوق لتحت علشان الاشارات صح؟ اللي هو اقول لك انا هعرفهم اهو هعملهم لك كله في زد في بي زي في بي زد. بص كده ادي انا عايز اجيب بقى الجزء بتاع الجي، فهبدا اشطب صف وعمود تمام، فابدا اقول اي اكس تتضرب في البي زد ناقص بي اكس تتضرب في الاي زد، يبقى انا كده جبت جزء مضروب في نيجاتيف جي، يبقى انا كده فكيت الديترمينانت لناحيه الجي. طيب بالنسبه للكي هيتعمل ازاي؟ نفس الطريقه، عايز اجيب الكي، الكي اشارتها بالبوزيتيف تمام، هبدا اشطب صف وعمود. طب عايز اجيب الديترمينانت ده، يبقى اي اكس بي واي ناقص بي اكس اي واي، والكلام ده كله مضروب في اتجاه البوزيتيف كي. يبقى انا كده قدرت اجيب الفيكتور اللي اسمه سي بيساوي كام. في حد عنده اي مشاكل في الكلام ده؟ مش مهندس؟ نعم دي بس ولا لازم احل بالطريقه دي؟ ايه تحل بالطريقه؟ كان في طريقه ثانيه ان احنا بنكتب بالاي والجي تاني ونضرب. ماشي اه اه شغال كله شغال، ما كله محصل يعني بقى. لا يعني لازم الطريقه ديت ولا عادي لو حليت باي طريقه؟ لا. يا حبيبي انت الامتحان ام سي كيو ما تروش يعني حل باي حاجه بس المهم انك يبقى صح، مفيش مشكله خالص. طب ممكن اكزامبل يا دكتور؟ ماشي هنشوف دلوقتي، هنشوف احنا دلوقتي بنعمل الرولز اللي موجوده عندنا وهنشوف ايه اللي موجود عليها في الشيت يعني تمام. طيب بالنسبه للبرودكت والكروس برودكت، قال لك الدوت برودكت دون لما انت تيجي تعمل دوت برودكت الحاجتين في نفس الاتجاه هيديك واحد. قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني لو انت مثلا عندك فيكتور اسمه اي كاب عايز تعمله دوت برودكت مع اي كاب، تعال نشوف كده. ماجنيتيود الفيكتور الاولاني اللي هو اي كاب بواحد، ماجنيتيود الفيكتور الثاني بواحد، الزاويه ما بين اي كاب واي كاب بزيرو، فيبقى كوزاين زيرو يدي لك واحد. قال لي يبقى معنى كده ان انت لو عملت اي تو فيكتورز في نفس الاتجاه عملت لهم دوت برودكت هيدي لك واحد، جي دوت جي بواحد، كي دوت كي بواحد. طيب لو انت عايز تعمل اي دوت جي، قال لك بص كده الانجل ما بين الاي اللي هي اتجاه محور اكس وجي اللي هو محور واي ب 90، فكوزين 90 هيدي لك 0.
قال لي يبقى معنى كده ان انت لو عملت دوت برودكت ما بين اي تو فيكتورز نورمال على بعض الدوت برودكت هيدي لك زيرو. فيبقى لو انت عايز تثبت ان اي تو فيكتورز نورمال على بعض تحسب الدوت برودكت بتاعها، لو ادى لك زيرو يبقى انت كده متاكد ان تو فيكتورز دول نورمال على بعض. يبقى تاني لو انا عندي اي تو فيكتورز بارلل لبعض ماشي وكانوا يونت فيكتورز هيبقى الدوت برودكت بتاعهم بواحد. طب لو كانوا نورمال على بعض الدوت برودكت بتاعهم هيدي لك زيرو. فيبقى لو انت عايز تثبت ان حاجتين عموديين على بعض احسب الدوت برودكت هتلاقيه بيدي لك زيرو. طب الكروس برودكت بتجيبه ازاي؟ قال لك الكروس برودكت بتاع الاي والجي والكي والكلام دون ان انت هتيجي ترسم الاكسيس بتاعتك ادي اتجاه محور اكس وادي اتجاه محور واي وادي اتجاه محور زد. محور اكس قاعد عليه الاي كاب، محور واي قاعد عليه الجي كاب، محور زد قاعد عليه الكي كاب. تبدا ترسم اسهم ماشيه عكس عقارب الساعه، ان انت دلوقتي من الاي للجي هتبدا ترسم سهم اتجاهه بيلف عكس عقارب الساعه، من هنا لهنا سهم عكس عقارب الساعة، من هنا لهنا سهم عكس عقارب الساعة. طيب هتعمل الكلام ده ازاي؟ قالك بص كده، لو انت عايز تحسب I كروس J تبدأ تبص فين ال I وفين ال J. قال لي ادي ال I اهي وادي ال J. قالك يبقى الحل هو التالت بتاعهم. يعني انا دلوقتي وانا لما اجي ابص I و J التالت بتاعهم اسمه K، بس ممكن يكون بوزيتيف K وممكن يكون نيجاتيف K. فهبدأ ابص لو انا لقيت نفسي رحت من الاولاني للتاني مع الاسهم اللي مرسومه يبقى ده هيكون بالبوزيتيف. يعني ايه؟ قال لي بص انا عايز اجيب اي وجي، هكتب ان الحل بتاعي هو الكي، ده اكيد، بس ممكن يكون بوزيتيف وممكن يكون نيجاتيف. عشان اعرف بوزيتيف ونيجاتيف اجي اقوم رايح على الاكسيز اللي موجوده عندي واللي مرسوم عليها اسهم عكس عقارب الساعه، اشوف الاي والجي، اشوف اللي مكتوب هنا الاول هيروح للتاني في اتجاه الاسهم ولا لا. هلاقيه عشان اروح من الاي للجي همشي في اتجاه السهم. قال لي ما دام مشيت في اتجاه السهم يبقى الكلام ده بالبوزيتيف. قال لي طيب لو انت عايز تجيب جي كروس اي هقول له جي واي الحل بتاعهم لازم يطلع كي اللي هو التالت، بس ممكن يكون بوزيتيف وممكن يكون نيجاتيف. فابدا ابص عشان اروح من الجي اللي هي قاعده هنا للكي اللي هي للاي اللي هي قاعده هنا هلاقي نفسي مشيت في الاتجاه ده، مشيت عكس اتجاه الاسهم. فما دام انا مشيت عكس اتجاه الاسهم يبقى الكلام ده بالنيجاتيف. يبقى تاني انا هبدا ابص انا عايز اجيب جي كروس اي الحل هو الكي اللي هو التالت بتاعه، هبدا اشوف هروح من الاولاني للتاني في انهي اتجاه. هلاقي نفسي هروح من الاولاني اللي هو الجي اللي هو هنا للتاني اللي هو الاي في الاتجاه ده. فما دام مشيت عكس الاسهم اللي مرسومه يبقى هحط اشاره نيجاتيف. يبقى انا دلوقتي كل اللي بعمله ايه؟ عندي جي كروس كي الحل بتاعهم هو التالت، ادي جي وكي التالت بتاعهم اسمه اي، ممكن يكون بوزيتيف وممكن يكون نيجاتيف. فابدا اشوف هروح من الاولاني للتاني في اتجاه الاسهم ولا لا. فابدا اقول ادي الجي بتاعتي اهي وادي الكي بتاعتي اهي، عشان اروح لها يبقى همشي في الاتجاه ده. لقيت نفسي مشيت مع اتجاه الاسهم يبقى معنى كده ان الحل بتاعي هيكون بالبوزيتيف. يبقى كل اللي بعمله ان انا هضرب الاولاني في الثاني، الثالث هو الحل، ممكن يكون بوزيتيف وممكن يكون نيجاتيف. هشوف نفسي رحت من الاولاني للثاني عكس عقارب الساعه ولا لا. لو رحت عكس عقارب الساعه يبقى الحل بالبوزيتيف، لو لا يبقى الحل هيكون بالنيجاتيف. في حد عنده اي مشاكل في الكلام ده يا شباب؟ طيب بالنسبه للكروس برودكت بتاع الفيكتورز اللي شبه بعض، لو انا عايز اجيب اي كروس اي دكتور ممكن مش عايز معلش نعم ممكن الحته بتاعت اي بي كوزين سيتا واي بي ساين سيتا تاني اللي هي الدوت برودكت. طيب لو انا عايز اجيب اي كروس اي كروس اي كروس برودكت هبدا ابص كده على القانون اللي موجود عندي، ماجنيتيود الاولاني بواحد ماجنتيود الثاني بواحد، ساين الزاويه ما بين اي واي الزاويه ما بين الفيكتور ونفسه بزيرو، ساين زيرو بزيرو. يبقى ساعتها هتلاقي ان الكروس برودكت بتاعك طلع بيساوي زيرو. فيبقى انا لو عندي تو فيكتورز بارلل لبعض الكروس برودكت بتاعهم هيطلع بيساوي زيرو. يعني لو فيكتور ونفسه كروس برودكت بتاعي هيطلع بيساوي الزيرو. طيب يبقى انا دلوقتي بقول لو انا عندي فيكتور
وفيكتور عايز اعمل لهم دوت برودكت، هبدا ابص على الفيكتور الاولاني والفيكتور الثاني. لو هما عندي ماجنيتيود الاول وماجنيتيود الثاني والزاويه اللي اسمها ثيتا، يبقى اي بي كوزاين ثيتا. لو انا عندي الاكس كومبوننت والواي كومبوننت بتاعت الفيكتورز، او مضرب الاكس كومبوننت في الاكس كومبوننت والواي في الواي والزد في الزد واجمعهم على بعض، الناتج بتاع الكلام ده بيديني كميه سكيلر او عباره عن رقم، ان انا هضرب فيكتور في فيكتور والناتج هيطلع عباره عن رقم. لو عايز اعمل كروس برودكت ما بين تو فيكتورز، الناتج بتاعها هيطلع فيكتور جديد نورمال على البلين بتاع التو فيكتورز، يعني نورمال على اي فيكتور من الاثنين دول. قلنا لو الفيكتور اللي اسمه A في اتجاه اكس قاعد في الاكس واي بلين مثلا، والفيكتور اللي اسمه بي برضه في الاكس واي بلين، وبعمل لهم كروس برودكت مع بعض، هينتج فيكتور جديد عمودي على المستوى بتاعهم. فهو عمودي على الفيكتور اللي اسمه A وعمودي على الفيكتور اللي اسمه بي، فهيكون في اتجاه الزد مثلا. طب لو انا عايز احسب الكلام ده، ماجنيتيود الفيكتور الاول ماجنيتيود الفيكتور الثاني في ساين الزاويه ما بين التو فيكتورز. طب لو عندي بدلاله الكومبوننت، يبقى هبدا اعمل ديترمينانت بالشكل دوت، وطبق قاعده الاشارات بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، افك الديترمينانت بتاعي دوت، ده يديني الكروس برودكت بتاع التو فيكتورز بيساوي كام. حد عنده اي مشاكل في الكلام ده يا شباب؟ طيب نبدا نخش في الشيت. عايز يحسب الفاليو بتاعه k دوت k كروس i. هقول له بص انا لازم لما اجي اشتغل على الفيكتورز ببدا الم من الشمال من ورا لقدام، او يعني من اليمين للشمال، فابدا احسب الحاجه اللي اسمها k كروس i دي. عشان احسب k كروس i الحل هو الثالث، فلازم يطلع j، بس ممكن يكون بوزيتيف وممكن يكون نيجاتيف. اقوم راسم المحاور بتاعتي، ادي الاي وادي الجي وادي الكي. هبدا اشوف انا رايح من الاولاني للتاني، رايح من الكي للاي، لقيت نفسي مشيت مع الاسهم، يبقى معنى كده الحل بتاعي هو بوزيتيف جي. طيب يبقى انا عايز احسب كي دوت جي، ده الحل بتاعي، عايز احسب كي دوت جي، فهلاقي ان كي دوت جي بيساوي زيرو، ان احنا قلنا اي تو فيكتورز، ان انا لو عايز الدوت برودكت بتاعهم زيرو، الدوت برودكت بتاعهم هيطلع بزيرو، على اعتبار ان ماجنيتيود الفيكتور الاولاني بواحد، ماجنيتيود الفيكتور الثاني بواحد، تمام؟ في كوزاين الزاويه اللي ما بينهم اللي هي عباره عن 90، فالكلام ده هيطلع عباره عن زيرو. حد عنده اي مشاكل؟ طيب بيقول لك لو في فيكتور الماجنيتيود بتاعه ب 3 ما ينفعش يتجمع على فيكتور ثاني الماجنيتيود بتاعه ب 4، قصده بالكلمه دي ان هما مش في نفس الاتجاه يعني. انما اي فيكتورين هيتجمعوا على بعض مفيش مشكله. بيقول لك ماجنيتيود الريزلتنت ما ينفعش يكون كام؟ قال لك بص، ما علينا بغض النظر عن السؤال، هو في فيكتور الماجنيتيود بتاعه ب 3 وفيكتور ثاني الماجنيتيود بتاعه ب 4، فزي ما قلنا الريزلتنت بتاعتنا هتبدا تاخد قيم ما بين الطرح والجمع، فيبقى هتاخد قيم ما بين 1 و7، فواحد ينفع يكون حل و7 ينفع تكون حل، واي حاجه ما بينهم ينفع تكون حل، فيبقى ما ينفعش يكون الريزلتنت بتاعتي المجموع بتاعها بيساوي الزيرو. طيب لو في فيكتور اسمه A وفيكتور اسمه B، وكان جمع التو فيكتورز على بعض بيساوي جمع ماجنيتيود الاول على ماجنيتيود الثاني، تمام؟ والA والB مفيش حاجه فيهم بصفار، بيقول لك يا ترى ايه علاقه فيكتور A بفيكتور B؟ هقول له بص، طالما الريزلتنت بتساوي ماجنيتيود الفيكتور الاول زائد ماجنيتيود الفيكتور الثاني، يبقى لازم يكون التو فيكتورز دول بارلل لبعض، واحد مثلا بتلاتة وواحد مثلا باربعة، فيبقى في الحالة دي الريزلتنت بتاعتي هتطلع بتساوي سبعة في نفس الاتجاه، يبقى معنى كده ان الريزلتنت بتاعتي الماجنيتيود بتاعها طلع بيساوي ماجنيتيود الاول والتاني، نتيجة ان التو فيكتورز دول بارلل لبعض، يبقى لازم يكون التو فيكتورز دول بارلل لبعض وفي نفس الدايركشن، علشان تكون الريزلتنت بتاعتهم بتساوي جمع ماجنيتيود الفيكتور الاول على ماجنيتيود الفيكتور التاني. اي مشاكل دكتور؟ مش الثلاثه لو عمودي على الاربعه برضو هيبقى كده الزاويه اللي ما بينهم 90، وبعدين الريزلت انت هتطلع بخمسه في ذا هورس، مش هتطلع بسبعه. تمام يا دكتور، ماشي. طيب بيقول لك لو كان اهو دي الكيس اللي بنحكي عليها، لو كانت الريزلتنت اللي هي بتاعت فيكتور A وB تربيع بتساوي ماجنيتيود الفيكتور الاول تربيع زائد ماجنيتيود الفيكتور الثاني تربيع، يا ترى ايه علاقه التو فيكتورز ببعض؟ اقول له كده التو فيكتورز نورمال، اللي هو قاعده فيثاغورس اللي موجود عندنا، ادي فيكتور اسمه A وادي فيكتور اسمه B نورمال عليه.
الريزلتنت هي الضلع اللي بيقفل المثلث اللي اسمه سي. هتلاقي ان من قانون فيثاغورس ان سي سكوير بتساوي اي سكوير زائد بي سكوير، ان المحصله تربيع بقت بتساوي ماجنيتيود الفيكتور الاول تربيع زائد ماجنيتيود الفيكتور الثاني تربيع. يبقى معنى كده ان التو فيكتورز دول نورمال على بعض. فيكتور اي وبي حضرتك بس عشان مش شايفين الصوره بوضوح. طيب في انهي جزء؟ يا ثالث مساله ديت او لا رابعه واحده؟ رابعه واحده. رابعه واحده دي بيقول لك لو انت عندك فيكتور اسمه A وفيكتور اسمه B، لو كانت الريزلتنت بتاعتهم سكوير بتساوي ماجنيتيود الفيكتور الاول سكوير زائد ماجنيتيود الفيكتور الثاني سكوير، يبقى تو فيكتورز دول علاقتهم ايه ببعض؟ هقول له بص انا عارف ان لو انا عندي مثلث قائم الزاويه، الضلع اللي اسمه A والضلع اللي اسمه B، جيت من نهايه الفيكتور اللي اسمه A رسمت الفيكتور اللي اسمه B، الريزلتنت هيتبقى الضلع اللي بيقفل المثلث. طيب ايه علاقه السي بالاي والبي؟ العلاقه المعروفه ان سي سكوير بتساوي اي سكوير زائد بي سكوير، ان المحصله تربيع بتساوي الفيكتور الاولاني تربيع زائد الفيكتور الثاني تربيع، نفس الشكل اللي موجود هنا. يبقى معنى كده ان عشان تكون المحصله تربيع بتساوي ماجنيتيود الفيكتور الاول تربيع زائد الفيكتور الثاني تربيع، ان لازم يكون التو فيكتورز دول نورمال على بعض. في اي مشاكل؟ طيب لو فيكتور اي وبي قاعدين في الاكس واي بلين، امتى يكون التو فيكتورز بيساووا بعض؟ قال لك اي حاجتين بيساووا بعض لازم يكونوا بيساووا بعض بالكامل. يعني ايه؟ الفيكتور اللي اسمه A دون ليه اكس كومبوننت وليه واي كومبوننت عشان هو قاعد في الاكس واي بلين، فلازم يكون ليه AX وليه AY، والفيكتور اللي اسمه B لازم يكون ليه BX وليه BY. امتى تقول ان الاثنين قد بعض بالظبط؟ قال لي لازم علشان تقول ان الفيكتور اللي اسمه A والفيكتور اللي اسمه B بيساووا بعض، يبقى لازم تكون الـ AX والـ BX قد بعض، ولازم يكون الـ Y كومبوننت بتاعتهم بتساوي بعض. ان انت لو انت عندك فيكتور اسمه 3i زائد 4j، لازم يكون الفيكتور الثاني اسمه 3i زائد 4j عشان يكون الفيكتورين دولان قد بعض او متساويين. طب عشان اي تو فيكتورز يساووا بعض لازم تكون الـ X كومبوننت قد بعض والـ Y كومبوننت قد بعض. طيب بيقول لك الكومبوننت بتاعت الفيكتور اللي اسمه B في اتجاه الفيكتور اللي اسمه A بتساوي كام؟ اقول له بص لو في هنا في فيكتور اسمه A وفيكتور اسمه B ما بينهم وبين بعض زاويه اسمها ثيتا، لو انت عايز تحلل الفيكتور اللي اسمه B في اتجاه الفيكتور اللي اسمه A يتعمل الكلام ده ازاي؟ اقول له احنا خدنا ان اي فيكتور مايل ببدا احلله في اتجاهين متعامدين، فهقول ان هو هنا الفيكتور ده لما هعمله بروجكشن او اسقاط في الجزء ده هيديني جزء اسمه بي كوزاين ثيتا، ده هيبقى عباره عن الجزء من الفيكتور اللي اسمه بي في اتجاه الفيكتور اللي اسمه ايه، والناحيه الثانيه هيكون عندك حاجه اسمها بي ساين ثيتا. طيب يبقى انا دلوقتي لو عايز احسب الكميه اللي هي عباره عن الكومبوننت بتاعت الفيكتور اللي اسمه بي في اتجاه الفيكتور اللي اسمه ايه، هتبقى عباره عن الكميه اللي اسمها بي كوزاين ثيتا. يبقى الكلام اللي هو بيقوله هنا ده الكومبوننت بتاعت فيكتور بي في اتجاه فيكتور ايه هي عباره عن الكميه اللي اسمها بي كوزاين ثيتا. طب بي كوزاين ثيتا دي تقدر تحسبها ازاي؟ هقول له ما دام كوزاين ثيتا ظهرت في الموضوع يبقى الدوت برودكت دخل معايا. هبدا اقول ان الدوت برودكت كان عباره عن اي بي كوزاين ثيتا، فلو انا عايز احسب الكميه اللي اسمها بي كوزاين ثيتا بس هتبقى عباره عن ايه؟ اقول له بص الدوت برودكت اللي اسمه اي دوت بي عبارة عن A B كوزاين ثيتا. يبقى لو انا عايز احسب الكمية اللي اسمها B كوزاين ثيتا هتبقى عبارة عن A دوت B مقسومة على ماجنتيود الفيكتور اللي اسمه ال A. فيبقى معنى كده ان اتجاه ان الكومبوننت بتاعت فيكتور B في اتجاه فيكتور A هتبقى بتساوي A دوت B مقسومة على ال A. في حد عنده اي مشاكل في الكلام ده يا شباب؟ طيب ليه مقسوم على ايه يا باشمهندس؟ هي الاي جت منين بس؟ نعم الاي جت منين بس؟ بص انا فاهم كل حاجه. مقسوم على ايه ليه؟ ثانيه واحده هو احنا عايزين نشوف السؤال بيقول ايه. بيقول هات لي الكومبوننت بتاعت فيكتور بي اللي في اتجاه فيكتور ايه، يعني حلل بي في اتجاه ايه.
فهاجي على البيئة حللها في اتجاه ايه، الجزء منها اللي في اتجاه ايه بقى اسمه بي كوزاين سيتا، هي دي الكمية اللي الراجل بيحسبها عايز يحسبها. بس انا لما بصيت في الاختيارات ما لقيتش في حاجة اسمها بي كوزاين سيتا، لقيت حاجات فيها دوت برودكت وحاجات فيها كروس برودكت وعك كده. فانا عايز اعبر عن الكمية اللي اسمها بي كوزاين سيتا بدلالة الدوت برودكت. هقول له لو انا بصيت على الكمية اللي اسمها ايه دوت بي دي، هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ايه بي كوزاين سيتا. فلو انا عايز اجيب الكمية اللي اسمها بي كوزاين سيتا بس، ادي ايه دوت بي بتساوي ايه بي كوزاين سيتا. لو انا عايز احسب الكمية اللي اسمها بي كوزاين سيتا بس اجيبها في طرف، يبقى هلاقي ان هي عبارة عن ايه دوت بي مقسومة على الايه. مفهومة كده؟ في حد مش فاهم؟ الف شكر لحضرتك. طيب لو في تو فيكتورز قاعدين في الاكس زد بلين، والفيكتور اللي اسمه A والفيكتور اللي اسمه B كانوا بالشكل ده، احسب لي الكروس برودكت. هقول له خلاص ما دام عايز احسب الكروس برودكت هقول I و J و K، وابدا اكتب الفيكتور اللي اسمه A. الاكس كومبوننت ب2، الواي كومبوننت مش موجوده يبقى 0، الزد كومبوننت ب3، الفيكتور اللي اسمه B بناقص I يبقى ناقص 1، الJ ب0، الK ب2. ابدا افك الديترمينانت بتاعي او محاسب الكروس برودكت بيساوي كام. طيب لو في تو فيكتورز قاعدين التيلز بتاعتهم قاعده عند نفس النقطه، يعني بالشكل ده A و B يعني ليهم نقطه مشتركه كده، التيل بتاعتهم عند نفس النقطه، بيقول لك لو كان الفيكتور اللي اسمه A والفيكتور اللي اسمه B ما بينهم وبين بعض زاويه اسمها سيتا. قال لك لو زودنا الزاويه اللي اسمها سيتا ديا ب 20 درجه هنلاقي ان الكروس برودكت بتاع الجديد بقى الدبل. قال لي تاني واحده واحده، عندك فيكتور اسمه A وفيكتور اسمه B ما بينهم وبين بعض زاويه اسمها سيتا، ليهم كروس برودكت معين اللي هو عباره عن AB ساين سيتا. قال لك لو احنا زودنا الزاويه ما بين التو فيكتورز ب 20 درجه هنلاقي ان الكروس برودكت بتاعهم دلوقتي بقى ضعف الكروس برودكت القديم. يا ترى الزاويه اللي اسمها سيتا بتساوي كام؟ هقول له خلاص تعال نشوف نقارن الوضع الجديد بالوضع القديم. الوضع الجديد هو عباره عن الكروس برودكت بتاعي هيبقى عباره عن ماجنيتيود الفيكتور اللي اسمه A في ماجنيتيود الفيكتور اللي اسمه B في ساين الزاويه ما بين التو فيكتورز اللي هي الزاويه اللي اسمها سيتا زائد 20. ده الكروس برودكت الجديد بتاعي. ايه علاقته بالكروس برودكت القديم؟ هو ضعف الكروس برودكت القديم. ان الكروس برودكت القديم بتاعي لو ضربته في 2 هبقى وصلت للكروس برودكت الجديد. طب الكروس برودكت القديم عباره عن ايه؟ ماجنيتيود الفيكتور الاول في ماجنيتيود الفيكتور الثاني في ساين الزاويه ما بين التو فيكتورز. ثاني الحكايه بتقول ايه؟ بتقول لك ان انت عندك تو فيكتورز، واحد اسمه A وواحد اسمه B، ما بينهم وبين بعض زاويه معينه اسمها سيتا، مش عارفينها بكام، عايزين نعرفها بكام. لاحظنا ان الزاويه اللي اسمها سيتا دي لو زادت ب 20 درجه تمام، ايه اللي هيحصل؟ قال لك الكروس برودكت بتاع التو فيكتورز هيتضاعف. طيب يبقى انا ايه المعلومه اللي عندي؟ ان انا عندي كروس برودكت في وضع جديد لما زودت الزاويه ب 20، ضعف الكروس برودكت القديم لما كانت الزاويه اسمها سيتا. فابدا اقول الكروس برودكت الجديد اللي هو ماجنيتيود الفيكتور الاول في ماجنيتيود الفيكتور الثاني في ساين الزاويه ما بينهم بيساوي 2 في الكروس برودكت القديم اللي هو ماجنيتيود الفيكتور الاول في ماجنيتيود الفيكتور الثاني في ساين الزاويه اللي ما بينهم. فهتبدا تظهر عندك الايكويشن دي ان هي دي العلاقه اللي بتربط التغيير اللي حصل، ان الكروس برودكت بعد ما زودنا زاويه ب 20 درجة هو 2 الكروس برودكت على الوضع القديم. طيب هبدأ أقوم أطير الـ A والـ B من الناحيتين لأن ماجنتيود الفيكتورز ما اتغيرش، فبقى ساين سيتا زائد 20 بيساوي 2 ساين سيتا. هي دي الريليشن اللي موجودة عندي. ممكن أعمل إيه؟ ممكن آخد الزوايا اللي هو مدهاني دي وأبدأ أعوض، أحسب ساين يعني مثلا مديني زاوية بزيرو، أو محاسب الترم ده أقول ساين 20، هل ساين 20 بيساوي 2 ساين 0؟ هلاقي الكلام ده غلط، يبقى ده مش حل. اخد الزاويه اللي اسمها 18 يبقى ساين 38 اقارنها ب 2 ساين 18 هلاقيهم قد بعض، يبقى هو ده الحل. او ان انا ابدا احل بان انا افك الكلام اللي موجود عندي دوت
ان انا اقول ساين كوزاين زائد كوزاين ساين بيساوي الكلام ده، وابدا اقوم قاسم على كوزاين ثيتا علشان اسهل لنفسي يعني، اقوم قاسم على كوزاين ثيتا فهيبدا يظهر عندي تان ثيتا كوزاين 20 زائد ساين 20 بيساوي 2 تان ثيتا، اقوم جايب الزاويه اللي اسمها ثيتا في طرف هتطلع الزاويه اللي اسمها ثيتا ب 18. المهم ما علينا، المهم فكره المساله في حد ذاتها هو بيقول ان في فيكتور اسمه A وفيكتور اسمه B ما بينهم وما بين بعض زاويه اسمها ثيتا. الزاويه اللي اسمها ثيتا دي احنا لقيناها ب 18 بعد الحل يعني، ادي فيكتور اسمه A وفيكتور اسمه B ما بينهم وما بين بعض زاويه ب 18 ليهم كروس برودكت معين اللي هو عباره عن AB ساين 18. قال لك بقى لو احنا زودنا الزاويه دي ب 20 بقت 38 دلوقتي، هنلاقي ان الكروس برودكت بتاعي بقى ضعف الكروس برودكت القديم. ان انا لما اعمل كروس برودكت ما بين الفيكتور اللي اسمه A والفيكتور اللي اسمه B اللي ما بينهم وما بين بعض زاويه 38 هيطلع الكروس برودكت ده ضعف الكروس برودكت القديم. يبقى المساله بتقول في تو فيكتورز ما بينهم وما بين بعض زاويه اسمها ثيتا، لو الزاويه زادت 20 درجه الكروس برودكت الجديد هيتضاعف، فرحت واخد الكروس برودكت الجديد اللي هو على زاويه بثيتا زائد 20 وساويته باتنين الكروس برودكت القديم اللي على زاويه اسمها ثيتا، فظهرت عندي ايكويشن جديده اسمها ساين ثيتا زائد 20 بتساوي 2 ساين ثيتا. تمام؟ عايز اعرف قيمه ثيتا اللي اتحقق، اقوم واخد الطرف اليمين والطرف الشمال واشوفهم امتى هيساووا بعض بناء على الاختيارات اللي موجوده، دي طريقه حل. او ابدا اقول هفك ساين كوزاين زائد كوزاين ساين، فظهر عندي ايكويشن بالشكل ده فيها ساين ثيتا وكوزاين ثيتا. تمام؟ فعشان اسهل على نفسي الحل اقوم قاسم على الكوزين عشان اطيرها من الناحيه دي، فتبدا تظهر عندي تان في اليمين وتان في الشمال، المهم على بعض اجيب قيمه ثيتا بتساوي كام. في اي مشاكل في الكلام ده يا شباب؟ طيب بيقول لك لو في تو فيكتور شو احنا قدامنا؟ نعم قدامنا قد ايه بالظبط؟ مش عارف، هو هم باقيين دول كده. لو في فيكتور اسمه R تمام، الR ده كان عبارة عن الكروس برودكت بتاع فيكتور اسمه S مع فيكتور اسمه T، والزاوية ما بينهم لا تساوي 90، يعني الزاوية ما بين الفيكتور اللي اسمه S والفيكتور اللي اسمه T ما بتساويش 90. بيقول لك ايه في العلاقات دي مش صح، يعني ايه الحاجة الغلط؟ هقول له بص فيكتور اسمه R هو عبارة عن الكروس برودكت بتاع الفيكتور اللي اسمه S والفيكتور اللي اسمه T. طيب باشمهندس بعد اذنك. نعم حضرتك ممكن تعمل بس زوم على المسألة دي عشان الكتابة مش واضحة. حاضر حاضر. بص يا سيدي بيقولك في فيكتور اسمه R هو عبارة عن الكروس برودكت بتاع الفيكتور اللي اسمه S مع الفيكتور اللي اسمه T، ماشي؟ والزاويه اللي اسمها ثيتا هي الزاويه ما بين الفيكتور اللي اسمه اس والفيكتور اللي اسمه تي وما بتساويش 90. تمام؟ بيقول لك ايه في الكلام اللي موجود هنا ده غلط. قلت له بص الاختيارات اللي عندي موجود فيها ايه؟ موجود فيها اس دوت تي بتساوي 0. هو امتى يكون الاس والتي الدوت برودكت بتاعهم بزيرو؟ لما يكونوا عمودين على بعض. ان احنا قلنا لو احنا عندنا اي اتنين فيكتور عموديين على بعض الدوت برودكت بتاعهم هيساوي زيرو، ان لو كانت الزاويه اللي اسمها ثيتا ما بين الفيكتور اللي اسمه اس والفيكتور اللي اسمه تي ان الزاويه ما بين الفيكتور اللي اسمه اس والفيكتور اللي اسمه تي لو كانت بتساوي 90 تمام، كنت ساعتها هقول ان اس دوت تي بتساوي 0، فده هيبان ان هو ده الاختيار الغلط اللي ما ينفعش يكون موجود عندي. طيب تعالى ناخدهم واحده واحده. ايه الاختيارات؟ بيقول لك ان الفيكتور ماجنيتيود الفيكتور اللي اسمه ار اللي هو الريزلتنت هو عباره عن ماجنيتيود الفيكتور الاول فماجنيتيود الفيكتور الثاني في ساين الزاويه اللي اسمها ثيتا، فده صح مفيش مشكله. لو احنا عكسنا الترتيب في الكروس برودكت بيبدا يظهر عندي اشاره بالنيجاتيف، ان انا لو قلت ان تي كروس اس يبقى الكلام دون هيديني نيجاتيف الار، ان دي رول موجوده بالنسبه للكروس برودكت ان انت لو عكست الترتيب يبدا يظهر عندك اشاره بالنيجاتيف، فبرضه الكلام ده صح.
بيقول لك ان ار دوت اس بتساوي زيرو. احنا قلنا ان الفيكتور اللي اسمه ار هيبقى نورمال على الاس ونورمال على التي، فيبقى معنى كده ان ار دوت اس هتساوي زيرو وار دوت تي برضو هتساوي زيرو، فدول برضو كلهم صح. طيب اس دوت تي هل بيساوي زيرو؟ اس دوت تي يساوي زيرو لو كان الاس والتي نورمال على بعض، غير كده لا. هو الاس والتي الزاويه ما بينهم ما بتساويش 90، فيبقى ده الجزء الغلط في الحل. في اي مشاكل في الكلام ده يا شباب؟ ليه الار اس نعم سول بيساوي زيرو؟ ليه ايه؟ ليه الار دوت اس والار دوت تي بيساوي زيرو؟ علشان احنا قلنا الكروس برودكت هيدينا فيكتور اسمه ار نورمال على البلين، يعني نورمال على الفيكتور اللي اسمه اس ونورمال على الفيكتور اللي اسمه تي، يعني الزاويه اللي بيعملها مع الفيكتور اللي اسمه اس ب 90 والزاويه اللي بيعملها على الفيكتور اللي اسمه تي برضه ب 90، فيبقى الدوت برودكت بتاع ار دوت اس ب 0 وار دوت تي ب 0. والمعلومه دي موجوده فين؟ احنا مش قلنا ان الدوت برو... مش قلنا ان الكروس برودكت بيدينا فيكتور جديد نورمال على البلين بكل اللي فيه، فهو نورمال على التو على التو فيكتورز في حد ذاتهم اللي هما اس وتي. فما دام الفيكتور اللي اسمه ار عمودي على الفيكتور اللي اسمه اس وعمودي على الفيكتور اللي اسمه تي، يبقى الدوت برودكت ما بينهم بيساوي الزيرو. تمام دكتور؟ ممكن يديني في الاختيارات اللي هو الاختيار بي بدل ما هي نيجاتيف ار يدهاني ار وانا احدد ساعتها ان كانت الدايركشن بتاعها كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ لا لا انا هنا هو الراجل بيتكلم على تبديل الاماكن الفيكتور هيديني اشاره نيجاتيف، اللي هي كانها زي ما بنقول ان لما كانت اس رايحه لتي كانت بتدينا مثلا في اتجاه الانتي كلوك وايز. سؤالي دوت يعني هيجي في حاله لو هو اداني اي وجي وكي اللي انا عارف اتجاههم صح؟ طيب بيقول لك لو في فيكتور في الاكس واي بلين ليه اكس كومبوننت باربعه ولي واي كومبوننت ب 10. تمام؟ قال لك اللي حصل ان هو لف في الاكس واي بلين بحيث ان الاكس كومبوننت بتاعته بقت ضعف القيمه بتاعتها، يعني بقى ليه اكس كومبوننت ب 8. يا ترى الواي كومبوننت بتاعته بتساوي كام؟ اقول لك بص تعال نشوف هو قصده ايه بالكلام ده. لو احنا عندنا مثلا ادي الاكس لو احنا افترضنا ان احنا عندنا مثلا فيكتور اسمه ايه بالشكل ده. تمام؟ الفيكتور اللي اسمه ايه ده كان ليه ايه بقى؟ كان ليه اكس كومبوننت باربعة، يعني طول الحتة دي على الاكس اكسس بيساوي اربعة، وكان ليه واي كومبوننت اللي هو الجزء ده اللي على الواي اكسس كان بيساوي عشرة. قال لك ايه اللي حصل؟ قال لك الفيكتور ده لف. لف ازاي؟ يعني بقى بالشكل ده. الفيكتور زي ما هو بدل ما كان على زاوية مثلا ب 100 على زاويه ب 60 مثلا بقى على زاويه ب 40. الفيكتور اللي اسمه ايه دلوقتي على الوضع الجديد بقى ليه اكس كومبوننت اكبر والواي كومبوننت الجديده بتاعته قلت. هو نفس الفيكتور، يعني الفيكتور بتاعنا لف. هو كان في الاول ليه اكس كومبوننت ب 4، لما لف على زاويه ثانيه بقى ليه اكس كومبوننت جديده بتساوي ال 8. هل طول الفيكتور ده اتغير لما لف بزاويه معينه ولا فضل زي ما هو؟ فضل زي ما هو. يبقى الفيكتور اللي اسمه ايه؟ كأننا يعني بنتكلم مثلا على فيكتور بيلف على دايره ليها نص قطر ثابت، فعلى زاويه 30 كان ليه اكس كومبوننت معينه، على زاويه 60 ليه اكس كومبوننت ثانيه وهكذا، لكن طول الفيكتور في حد ذاته ما اتغيرش لان الفيكتور بيلف بيعمل روتيشن، فالفيكتور ما اتغيرش في حاجه. طيب يبقى معنى كده المعلومه اللي انا خدت بالي منها ان الفيكتور في حد ذاته لف، فماجنتيود الفيكتور ما اتغيرش، طول الفيكتور اللي اسمه ايه ده فضل ثابت زي ما هو، ما حصلش فيه اي تغيير. طيب ماجنتيود الفيكتور عباره عن ايه؟ عباره عن الاكس كومبوننت تربيع زائد الواي كومبوننت تربيع تحت الروت، فيبقى ماجنتيود الفيكتور هيبقى 4 تربيع زائد 10 تربيع، ده كده ماجنتيود الفيكتور بتاعنا. بعد ما لفينا الفيكتور الماجنتيود ده ما اتغيرش، فالماجنتيود ده ثابت زي ما هو، هو عباره عن الاكس كومبوننت الجديده تربيع زائد الواي كومبوننت الجديده تربيع.
ابدا احط الاكس كومبوننت الجديده ب 8 يبقى الانون اللي موجود عندي هو الواي كومبوننت بي بيساوي كام. في حد عنده اي مشاكل في السؤال ده يا شباب؟ جت منين ال 8؟ هو قال لي الاكس كومبوننت بقيت الدبل، فبدل ما كانت قيمتها 4 بقيت قيمتها دلوقتي 8 بس. تمام، شكرا. العفو. بيقول لك لو الماجنتيود بتاع الجمع بتاع تو فيكتور كان اقل من ماجنتيود اي واحد فيهم، يا ترى السكيلر برودكت او الدوت برودكت بتاعي هيبقى نيجاتيف ولا بوزيتيف، ولا الفيكتورز علاقتهم ببعض ايه، وهكذا. قلت له بص دلوقتي انا لو عندي فيكتور اسمه A وفيكتور اسمه B ما بينهم وبين بعض دوت برودكت، يبقى الدوت برودكت هيبقى عباره عن AB كوساين ثيتا. طيب امتى الدوت برودكت ده يكون بوزيتيف وامتى الدوت برودكت يكون نيجاتيف؟ هنلاقي ان الدوت برودكت ده قايم على ماجنيتيود الفيكتور الاول وماجنيتيود الفيكتور الثاني اللي هم بارقام بوزيتيف، وقايم على الزاويه اللي اسمها ثيتا. طيب لو كانت الزاويه اللي اسمها ثيتا دي اقل من 90 يبقى معنى كده الدوت برودكت هيطلع بالبوزيتيف، لو الزاويه اكبر من 90 يبقى الدوت برودكت هيطلع بالنيجاتيف. طيب يبقى الدوت برودكت انا متاكد انه هيطلع بوزيتيف لو كانت الزاويه اقل من 90 ونيجاتيف لو اكبر من 90. طيب هو بيقول ان الجمع بتاع التو فيكتورز اقل من ماجنيتيود اي واحد فيهم، دي انهي حاله؟ قال لي بص كده، لما احنا اتكلمنا على الرول اللي موجوده هنا دي كنا بنقول ان الريزلتنت بتاعتنا مالها؟ قال لي كانت بتاخد قيم ما بين الطرح وما بين الجمع. طيب يبقى معنى كده ان الريزلتنت بتاعتي كان بيحصل فيها ايه؟ قال لي لما كانت الزاويه هنا ب 180 كانت الريزلتنت بتطلع الطرح بتاع التو فيكتورز اللي هو كان بيطلع قليل خالص، ولما كانت الزاويه بتاعتي زيرو كان بيطلع الريزلتنت بتاعي هو الجمع اللي هو اكبر ما يمكن. قال لي طيب يبقى معنى كده افهم من كده ايه؟ ان بناء على الزاويه اللي اسمها ثيتا بتتحدد الريزلتنت عندي هتطلع عامله ازاي. طيب انا دلوقتي بقول انت بتقول لي ان ماجنيتيود المحصله اقل من ماجنيتيود اي واحد فيهم، يعني لو كان عندي فيكتور ب 3 وفيكتور ب 4 طلعت المحصله بتاعتي، المحصله بتاعتي هتطلع بناء على قيمه الزاويه اللي ما بينهم. لو قيمه الزاويه كانت ب 180 الريزلتنت عندي كانت هتطلع بواحد، لو كانت بزيرو يبقى الريزلتنت عندي هتطلع بسبعة. طب والقيم اللي في النص بتتشكل ازاي؟ هقول له بص انا عندي دلوقتي حاجه هي اللي هتحكم لي الموضوع، ان انا دلوقتي كل ما الزاويه بتاعتي بتكبر عن 90 كل ما هلاقي نفسي الريزلتنت بتاعتي بتقل. يعني ازاي؟ انا عندي فيكتور ب 3 وفيكتور ب 4 المحصله هتاخد قيم ما بين 1 و 7، الزاويه لما كانت ب 90 محصله 3 و 4 كانت هتطلع بتساوي 5. قال لي كل ما الزاوية تكبر عن 90 هتلاقي الريزلتنت اللي كانت بخمسة ابتدت تقل 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 لغاية لما توصل للطرح اللي بيساوي واحد. قال لي يبقى معنى كده ايه؟ قال لي كل ما الزاوية ما كبرت عن 90 تمام كل ما ماجنتيود الريزلتنت بتاعك ابتدى يقل. يبقى معنى كده مادام بتقولي ان ماجنتيود الريزلتنت او ماجنتيود الجمع بتاع التو فيكتورز اقل من ماجنتيود اي واحد فيهم يبقى انت بتتكلم على الكيس اللي هي بتاعت زاوية اكبر من التسعين. تاني بيقول لك هنا ان جمع التو فيكتورز بتوعي اقل من ماجنيتيود اي واحد فيهم. طيب هقول له تعالى بالعقل، لو انا عندي فيكتور بتلاتة وفيكتور باربعة المفروض ان الريزلت انت هتاخد قيم ما بين واحد وسبعة. طيب الزاوية اللي اسمها ثيتا اللي هي بتسعين هتديني الريزلت انت بخمسة. طب لو الزاوية يبقى انا كده عندي واحد وخمسة وسبعة، واحد لو الزاوية بمية وتمانين، خمسة لو الزاوية بتسعين، وسبعة لو الزاوية بزيرو. طيب لما انت تيجي تقول لي ان المحصلة اقل من قيمة اي واحد فيهم، انا عندي فيكتور بتلاتة وفيكتور باربعة، طيب يبقى معنى كده ان المحصلة بتاعتي دي لازم تحصل عند زاوية اكبر من تسعين،
لان عند زاويه 90 الريزلتنت ب 5. الزاويه تكبر عن 90 تفضل تقل 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 لغايه لما توصل لل 180 اللي تديني ان المحصله بتاعتي تساوي 1. يبقى معنى كده ان جمع التو فيكتورز اللي هيديني فيكتور اقل من اي واحد فيهم ده لازم يحصل لما تكون الزاويه اللي اسمها ثيتا اكبر من 90. طيب يبقى معنى كده ان الزاويه ما بين الفيكتورز اكبر من 90، يبقى بناء على الكلام ده ان دوت برودكت بتاعهم لازم يطلع بالنيجاتيف، فعشان كده ده الحل اللي هيطلع صح. طيب هل ينفع، هل في الاختيارات بيقول لي هل السكيلر برودكت يطلع بوزيتيف؟ لا ما ينفعش يطلع بوزيتيف عشان انا متاكد ان الزاويه اكبر من 90. طب هل الفيكتورز لازم يكونوا بارلل وفي نفس الاتجاه؟ مش ضروره، ما هو انا دلوقتي قصدي لازم يكونوا بارلل وعكس الاتجاه، يعني هل لازم يكون 4 و3 عشان تكون المحصله بتاعتهم بواحد يكون عكس الاتجاه؟ هل ده الشرط الاساسي؟ هل المحصله، هل الدوت برود، هل لازم تكون دي الكيس الوحيده اللي موجوده عندي؟ لا مش لازم دي الكيس الوحيده اللي تكون موجوده عندي. ازاي؟ بص كده، احنا قلنا لو الفيكتور ده ب4 والفيكتور ده ب3 وكانوا عكس الاتجاه خلاص الريزلتنت بتاعتي هتطلع بواحد مفيش مشكله. بس هل كل مره الريزلتنت بتاعتي اصغر من الماجنتيود بتاع اي واحد فيهم لازم تكون الكيس دي؟ لا، احنا قلنا الريزلتنت هتبدا تاخد قيم لما تكون الثيتا اكبر من 90 ما بين الخمسة والواحد، تمام؟ يبقى معنى كده لما اجي ابص هل الريزلتنت بتاعت 4 و3 ينفع تطلع باتنين ولا ما ينفعش؟ ينفع تطلع باتنين. يبقى مش الكونديشن الوحيد اللي يحقق الكلام ده ان هما يكونوا بارلل وعكس الاتجاه تاني. انا ايه اللي انا عايز اوصل له؟ اللي انا عايز اوصل له هو الراجل بيقول امتى تكون المحصله بتاعت التو فيكتورز اقل من اي واحد فيهم؟ طيب انا عندي فيكتور ب4 وفيكتور ب3، المحصله هتاخد قيم ما بين 1 و7، يعني ينفع المحصله تبقى 1 اللي هي اصغر من 3 و4، تنفع تكون 2 اللي هي اصغر من 3 و4، تنفع تكون 2 ونص اللي هي اصغر من 3 و4. مين اللي يحقق لك الكلام ده كله؟ ان الزاويه اللي اسمها ثيتا تكون اكبر من 90. يبقى مش لازم عشان الجمله دي تتحقق ان هم يكونوا عكس بعض في الاتجاه وخلاص، كون ان الزاويه بتاعتهم اكبر من 90 هتحقق لك الكونديشن ده. يبقى معنى كده الجمله دي عشان تتحقق لازم تكون الزاويه بتاعتي اكبر من 90، وبناء عليه لازم يكون الدوت برودكت بتاعه بالنيجاتيف. لكن مش ضروري ان الكيس الوحيده اللي تحقق الكلام دون ان هم يكونوا انتي بارلل او عكس بعض في الاتجاه، تمام؟ في حد عنده اي مشاكل في الكلام ده يا شباب؟ طيب لو في فيكتور اسمه A وفيكتور اسمه B الريزلتنت بتاعتهم اسمها C وكان الدوت برودكت بتاع التو فيكتورز بزيرو اللي اسمهم A و B، يبقى انا عرفت ضمنيا ان الفيكتور اللي اسمه A والفيكتور اللي اسمه B نورمال على بعض. جيت هنا رحت راسم فيكتور اسمه B وفيكتور اسمه A عموديين على بعض وعرفت ان الريزلتنت بتاعتهم اللي هي الجمع هي الضلع اللي بيقفل المثلث. طب بيقول لك ان مقدار المحصله ده كان بيساوي 2 ماجنيتيود الفيكتور اللي اسمه بي. يا ترى الزاويه ما بين الفيكتور اللي اسمه سي والفيكتور اللي اسمه بي بتساوي كام؟ قلت له واحده واحده، بص كده انا ترجمت المساله ازاي. في فيكتور اسمه سي هو محصله تو فيكتورز. طب التو فيكتورز علاقتهم ايه ببعض؟ نورمال على بعض عشان الدوت برودكت بتاعهم بيساوي زيرو. طيب رحت راسم فيكتور وفيكتور عموديين على بعض وقلت ان الضلع اللي هيقفل المثلث هو المحصله. طيب الفيكتور اللي اسمه سي اللي هو المحصله مقداره 2 بي. طيب عايز اجيب الزاويه اللي اسمها ثيتا ما بين الفيكتور اللي اسمه سي والفيكتور اللي اسمه بي. هبدا اقول الزاويه اللي موجوده عندي دي اللي اسمها ثيتا او فاي، الكوزاين بتاعها هو عباره عن المجاور على الوتر اللي هو بي على 2 بي. يبقى معنى كده الكوزاين بتاعها بيساوي نص، يبقى الزاوية بتاعتي بتساوي 60. يبقى أنا كده عرفت إن الزاوية ما بين الفيكتور اللي اسمه سي والفيكتور اللي اسمه بي بتساوي 60. في أي مشاكل في الكلام ده يا شباب؟ باشمهندس ممكن أول مسألة. نعم؟ ممكن إعادة بس في السؤال ده معلش. ما السؤال ده في فيكتور، في فيكتور اسمه سي هو عبارة عن جمع فيكتور A و B، تمام؟ طيب
وبيقول لك ان A دوت B بزيرو، فلو A دوت B بزيرو يبقى لازم يكون الفيكتور اللي اسمه A والفيكتور اللي اسمه B عموديين على بعض. قلنا ان احنا عشان نثبت ان اي حاجة اي اتنين فيكتورز عموديين على بعض يبقى الدوت برودكت، نثبت ان الدوت برودكت بتاعهم بيساوي زيرو. فلو قلت لك ان الدوت برودكت بزيرو يبقى ضمنيا قلت لك ان ال A نورمال على ال B. فيكتور A وفيكتور B نورمال على بعض، و C هو المحصلة، فيبقى C هو الضلع اللي بيقفل المثلث. طيب ال C عامل زاوية اسمها فاي مع البي، يا ترى الزاوية اللي اسمها فاي دي بتساوي كام؟ هقول هنا ده فيكتور مقداره بي وده فيكتور مقداره 2 بي، فلو انا عايز اجيب الزاوية اللي اسمها فاي لو خدت كوزاين الزاوية دي هيبقى بيساوي بي على 2 بي، يبقى معنى كده ان كوزاين الزاوية دي بنص. تمام؟ طيب باشمهندس بعد اذنك. نعم. هو في الصفحة اللي فاتت دي اول مسألة فوق خالص، الاختيار اللي احنا اخترناه هو ليه الاختيار ده غلط يعني؟ ما هو هو اس دوت تي بيساوي زيرو يحصل امتى؟ لما يكون الاس والتي عموديين على بعض، بس هو الراجل بيقول لك الزاويه ما بينهم مش بتساوي. تمام. طيب بيقول لك لو فيكتور اسمه سي هو عباره عن الريزلتنت بتاع فيكتور اي وفيكتور بي، يا ترى الانجل ما بينهم بتساوي كام؟ هقول له بص هرجع للقانون اللي احنا كتبناه اللي هو قانون الريزلتنت، ان جمع اي فيكتور هيساوي سكوير روت للماجنيتيود الفيكتور الاول تربيع وماجنيتيود الفيكتور الثاني تربيع زائد 2 اي بي كوزاين ثيتا، يبقى ماجنيتيود الريزلتنت تربيع هيساوي الاولاني تربيع زائد الثاني تربيع زائد 2 اي بي كوزاين ثيتا. قال لك ان اي وبي وسي كلهم يونت فيكتورز، يعني ماجنيتيود اي واحد فيهم بيساوي واحد. طيب هحط السي بواحد واحط الاي بواحد واحط البي بواحد، يبقى هيطلع من هنا الزاويه اللي اسمها ثيتا اللي بتحقق الكلام ده هتبقى بتساوي 120 درجه. تمام. طيب اثبت ان الفيكتور اللي اسمه A والفيكتور اللي اسمه B نورمال على بعض. يبقى عشان تثبت ان فيكتور A وفيكتور B نورمال على بعض كل اللي تعمله تروح تعمل دوت برودكت ما بينهم وما بين بعض، تبدا تمسك الاكس كومبوننت اللي هي 4 تضربها في الاكس كومبوننت اللي هي 1 يبقى 4 في 1 ناقص 2 في 4 ناقص 1 ناقص 4، تجمع الكلام ده على بعضه تلاقيه بزيرو، يبقى اذا التو فيكتورز دول نورمال على بعض. تمام. في اي مشاكل؟ طيب اخر سؤال بيقول لك لو الورك اللي هنعمله عشان نحرك جسم، بالنسبه للراجل اللي كان بيسال السؤال ده ليه علاقه بالكورس بتاع الفايبريشن، بس ده مش جو امتحانات خالص فما تشغلش بالك، الماده ما بتعتمدش على اي حاجه ليها علاقه بالفايبريشن. يعني الفكره كلها بيقول لك لو احنا عايزين نحسب الورك عشان نحرك جسم ما بين نقطه اسمها بي ونقطه اسمها كيو، تمام؟ فاستخدمنا فورس بتساوي 2 اي ناقص جي ناقص كي، يا ترى الورك اللي هعمله بيساوي كام؟ قال لك في رول كده في كورس الفايبريشن، انت لو عايز تحسب الورك هتعمل دوت برودكت ما بين الفورس والديسبليسمنت. طب الديسبليسمنت هتجيبها ازاي؟ قال لك دي نقطة البداية ودي نقطة النهاية، بتبدأ تمسك إحداثيات نقطة البداية تطرحها من النهاية، فتقول 5 ناقص 2 في اتجاه I، 5 ناقص 3 في اتجاه J، 5 ناقص 10 في اتجاه K، فأنت كده جبت الديسبليسمنت بتاعتك. آدي فيكتور الديسبليسمنت وآدي فيكتور الفورس، تبدأ تعمل دوت برودكت ما بينهم، فتقول 2 تتضرب في 3 ناقص 1 تتضرب في 2 ناقص 1 تتضرب في ناقص 5، الكلام ده يدي لك 9 جول، يبقى ده الورك اللي اتعمل عشان تحرك الجسم. في اي مشاكل في الكلام ده يا شباب؟ لا تمام يا باشمهندس. الالكتريستي هتبقى معتمده بشكل كبير على الفيكتورز يعني وكده، فعشان كده بناخدها ولا ايه بالظبط؟ اطلاقا ولا ليها اي لازمه في الحياه. ما هي حاجه في الاول كده وخلاص، يعني هي الفكره كلها احنا بنتعامل مع كميات فيكتور، فما ينفعش انت تبقى مش عارف يعني ايه فيكتور، يعني الدوت برودكت موجود عندنا هنستخدمه عادي. مش الكميه فيكتور والسلام بس، يعني مش اللي هو يعني مغزى الموضوع كله ان احنا بنتعامل مع كميات فيكتور، فانت ما تجيش تقول يعني ايه دوت برودكت استخدمناه في النص كذا مره. تمام. بس مش اكتر، لكن في الكورس الكريستي نفسه كل ده ملوش اي لازمه، يعني كل الرول الوحيده اللي هنستخدمها في المسائل بتاعه الدوت برودكت مثلا، يعني لو شرح ما افتكرش ان احنا نستخدمه خالص اصلا. لو شرح السكاشن اللي حضرتك هتديها لنا بالتفصيل زي ما حضرتك بتشرح كده هنبقى ان شاء الله تمام يعني. والله بص يا ابني يعني برده خلي بالك انا برده لازم اكون
واضح معاك. الشرح مش كل حاجة، في حاجات في حد ذاتها صعبة. تمام؟ يعني الآن بنجتهد إن احنا نوصل المعلومة على قد ما نقدر. بس. فإحنا بنشرحه هنا ده بطبيعته سهل. عشان كده في ناس بتظلم الناس اللي بتشرح في الكلية، بتقارنهم بالناس اللي بتشرح في ثانوية عامة. في فرق في الكونتنت، في فرق في الكم، في فرق في حاجات كتير. تمام؟ فانت لما حد بيشرح حاجة سهلة بيبسط فيها على قد ما يقدر، في حاجات بتبقى صعبة بالطبيعة ومش مفهومة. فإحنا بنجتهد على قد ما نقدر. وإنت في نفس الوقت ابتديت تسمع ليه نفسك مش فاهم مش عارف إيه، هتلاقي في دكاترة كتير، في معيدين تاني، يعني مفيش مشكلة. إنت ابدأ بس، أهم حاجة يعني بغض النظر إنت فاهم أو مش فاهم أو أي حاجة من الكلام ده، طريقة المذاكرة زي ما أنا ما قلت لك، إن إنت لازم تحل بإيدك وتعمل الكلام ده، سواء سمعت مني سمعت من غيري أيا كان الكلام دوت. أهم حاجة إنك تذاكر صح عن طريق إن إنت تحل بإيدك وتغطي كل الأفكار اللي موجودة عندك، دي أهم حاجة. في حد عنده يسأل يا شباب؟ البي دي اف ده حضرتك ده هنلاقيه نازل ولا هنجيبه منين؟ نعم البي دي اف اللي هو الملزمه بص الجنة. انت افتح درايف السنه اللي فاتت مثلا او اللي قبلها، هتلاقي ملازم فيها اكتر من اللي موجود هنا بكتير. يعني انت اكيد عندكم لينك درايف السنه اللي فاتت مثلا او اللي قبلها او حاجه كده، او لو ما عندكش عاد ببعته لك، يعني ما فيش مشكله. يعني هتلاقي لينك درايف. انا عملت سيرش عن حضرتك على الفيسبوك ما ظهرليش. ما ظهر لكش. طيب ابعت لك اللينك انا على جروب البي دي اف. البي دي اف يا جماعه معايا وهحطه على الجروب حالا. تمام ماشي مش مشكله. لو انت يعني انا البي دي اف في حد ذاته ملوش لازمه، انت ممكن تروح للملزمه هتبقى افضل، يبقى فيها حاجات كتيره اكتر بكتير من هنا، نساء الامتحانات مش عارف ايه، حاجات من هذا القبيل. باشمهندس حضرتك هتشرح حاجه تاني ولا خلاص كده؟ لا احنا كده خلصنا يا شباب. حد عنده اي استفسار او اي سؤال؟ باشمهندس نعم اسال بس على حاجه. ما تعرفش درجات الفايبريشن نازله امتى؟ ما اعرفش ايه درجات الفايبريشن نازله امتى ولا ما تعرفش؟ لا صدقني مش عارف. الفايبريشن تقريبا هتبقى مع باشمهندس احمد محروس غالبا. درجات ولا الماده؟ درجات 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 درجات. لا درجات لا 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 دي حاجات لسه في كنترول يعني. تمام تمام شكرا يا باشمهندس. حد عنده سؤال؟ عندي. نعم المفروض نشوف فيديو كل قد ايه من الليست اللي حضرتك هتقول لنا عليها وبمشي مع المحاضره او على قد صحتك انت وصحتك يا ابني، مفيش مشكله. حد عنده سؤال يا شباب؟ ممكن اول مساله في الصفحه اللي حضرتك عارضها. ايه ده، هو في حاجه معروضه دلوقتي دي؟ هنا الـ عندك فيكتور A و B و C كلهم يونت فيكتورز، يعني المحصله ماجنتيودها واحد، والفيكتور اللي اسمه A بواحد، والفيكتور اللي اسمه B بواحد. طب يحصل امتى الكلام ده؟ الكلام ده يحصل عندك في المثلث متساوي الاضلاع، ان يبقى ده الفيكتور اللي اسمه ايه يترسم بعده الفيكتور اللي اسمه بي، الريزلتنت هي الفيكتور اللي بيقفل المثلث اللي اسمه سي. فهتلاقي ماجنيتيود الفيكتور اللي اسمه سي بيساوي الفيكتور اللي اسمه بي بيساوي الفيكتور اللي اسمه ايه. هنا عايز يجيب الزاويه ما بين الفيكتور اللي اسمه ايه والفيكتور اللي اسمه بي، بالرول دي هتطلع ب 120. قال لك طيب انت لو بصيت هتقول لي ما الزاويه هنا ب 60، هقول لك هل الزاويه دي فيها هيد وتيل؟ لا. قال لك يبقى ساعتها لازم تمد الفيكتور اللي اسمه ايه على استقامته، فتبقى الزاويه ما بين الفيكتور اللي اسمه ايه والفيكتور اللي اسمه بي هي ال 120 اللي موجوده هنا. تمام؟ شكرا. في اي اسئله يا شباب؟ اتفضلوا يا شباب.